أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي Lecture 2 في Respiration، وممكن تراجع المحاضرة الأولانية من على اليوتيوب. وللناس اللي بيجوين أس النهاردة جداد، فإحنا بدءا من المحاضرة الجاية بإذن الله في Circulation و Respiration هيبقى فيه امتحان Multiple Choice Questions بنحطه على الصفحة بتاع الفيسبوك قبل المحاضرة بفترة، وبعدين بنقول الإجابة في بداية المحاضرة على المحاضرة اللي فاتت، لأن زي ما بقول we want to make sure إن في feedback mechanism، إنك أنت مش أنا بقول بس أنت لازم تحصل في نفس الوقت. دي حاجة. الحاجة التانية يا أولاد عاوز أقولها لكم وهي مهمة جدا، انت ما تنساش بقى الاجزاء اللي خدناها قبل كده. طب واحد يقول لي طب اراجعها ازاي؟ اسهل طريقه اقول لك حاجه لطيفه، روح لعند اليوتيوب الصفحه بتاعت اليوتيوب ويشوف المراجعات بتاعت المالتيبل تشويس كويشنز. هي مش بس بتراجع المالتيبل تشويس، هي بتراجع الموضوع بسرعه. دي حاجه. وحتى للناس اللي هم حضروا الترم الاولاني معايا، انت برضو مش هتنسى الاجزاء اللي قبل كده، وفي نفس الوقت مش هتقعد تسمع المحاضرات بالكامل تاني. فمحاضرات المالتيبل تشويس كويشن تعتبر يعني ملخص محترم للوضع، وفي الثلاث محاضرات محطوطين في محاضره واحده. فشوف في اليوتيوب اللي مكتوب عليها مالتيبل تشويس كويشنز بلاد، مالتيبل تشويس كويشن اوتونوميك نيرفال ماسل اند سو اون، وراجعها. طيب ها نتوكل على الله ونبتدئ ريسبريشن ليكشر 2. احنا غيرنا الراوتر والنت اللي شغالين فيه، اي هوب يبقى الصورة أكثر وضوحا من المرات السابقة، لأن أنا ما انبسطتش خالص في محاضرة الإلكتروكارديوجرام الحقيقة. كانت الدياجرامز مش واضحة لدرجة إن أنا نزلت لكم الصور مسبقا عشان خاطر اللي يحب يصورها. طيب توكل على الله نبتدئ في أول حاجة على سؤال مهم وهو مهم جدا في الريسبريشن، اسمه سيرفكتنت. ننظم بس روحنا شوية. طيب بص يا ولاد، احنا كنا قلنا اذا كنت فاكر من المحاضرة الاولى في الريسبريشن ان اللانجز tend to recoil for two reasons، في سببين يخلوا الرئة بتاعتك عاوزة تريكويل. خد بالك ان الرئة طبعا مش مربوطة، بالونة منفوخة ومش مربوطة، انت connected to the atmosphere. طب هي عاوزة تريكويل ليه؟ for two reasons. نمبر 1 elasticity، اي بالونه الاستيك منفوخه ومش مربوطه طبعا tends to recoil. السبب الثاني وهو الاهم اللي هو السيرفيس تنشن اوف ذا فلويد لايننج ذا الفيولاي. شايف الفلويد اللي هو لايننج ذا الفيولاي؟ بشار عليه بالليزر اهو، كل جزيئين بيتجاذبه. فما تبقى الجزيئات عامله دايره كده وكل جزيئين بيتجاذبه، يبقى الدايره ككل عاوزه تصغر. ده 2 تايمز الالاستيستي. يعني اذا قلت اللانجز عاوزه تريكويل ليه، اقولها بقى بطريقتي، سيرف تنشن ثم سيرف تنشن ثم سيرف تنشن ثم الالاستيستي. طيب تخيل ان هذا السيرف تنشن سو باورفول بحيث لو ربنا سبحان الله سابنا في مواجهه معاه بيحصل لانج كولابس اثليكتاسيز يسموها، and lung expansion becomes very difficult. اللنج هيحصل لها كولابس وهيبقى اللنج expansion very difficult. فعشان كده من نعم الله على الانسان، ربي اشرح لي صدري، عاوزنا نتنفس بسهوله، كان لابد من اضعاف هذا السيرف تنشن. الماده التي تضعف السيرف تنشن is called surfactant اللي هي موضوعنا، وده سؤال نظري مهم جدا. يبقى السيرفكتنت ماده بتضعف السيرف تنشن وبالتالي بتقلل مقدره اللنج على انها تريكويل وتسهل على الانسان يعمل لها اكسبانشن. ومع شقه مثل عشق النظام، ففي هذا الموضوع يا اولاد انا هشرحه في اربعه نقاط. هشرح الكيميكال نيتشر بتاعت السيرفكتنت، وبعدين الاوريجن بيتعمل فين، الفانكشنز
والكريتيكال سيجنيفيكانس لما ينقص يحصل ايه؟ الفاكت انفيشنسي. يبقى ما يجي لك وده من اهم الاسئله هتجاوب في اربع نقط. بحب ابتدي بدايه طفوليه. تعال نفكر. طفلين بيلعبوا مع بعض. دلوقتي انت لو جبت وعاء فيه ميه وهنا فيه اير عشان اوريك قوه السيرف ستنشن. السيرف ستنشن بيبقى قوي جدا بحيث ان الطفلين دول لما بيلعبوا لو حطينا ابره على سطح الميه، ابره حديد اهو متر، اديني بحطها اهي، ابره حديد على سطح الميه، وكلنا عارفين اللعبه دي، تصور الابره ما بتختص. فالطفل بيسال الطفل، الطفل بيسال الطفل، معلش الظاهر فيه برضه بس اتمنى الدياجرامز تبقى واضحه على الاقل، يعني مش مهم ان هو بيتراي تو ريكونكت ده. اوكي. في كندا كان الحقيقه السرعه رهيبه، يعني بحيث ما المشاكل دي ما تحصلش تقريبا. ما علينا. فادينا اهو الطفل، شوف لعبه لطيفه، وحط الطفل ابره على سطح الميه. فالابره طفت. فالطفل بيسال الطفل، هو ليه الابره برغم ان كثافتها اكتر من كثافه الميه ما بتختص؟ فالطفل الثاني جاوبه وقال له because of self tension، بسبب السيرف ستنشن. فبعدين فكروا بطريقه علميه ازاي نقلل السيرف ستنشن ده ونخلي الابره تختص. فالطفل رد على الطفل وقال له عارف السيرف ستنشن ده قوي جدا ليه؟ لان في اير ووتر انترفيس، الميه في مواجهه الهواء. لما يبقى الميه في مواجهه الهواء بيبقى عند سطح الميه الجزيئات بتتجاذب بشده قويه، بنسميها سيرف ستنشن. فقال له احنا عشان نقلل السيرف ستنشن، فكر معايا، عاوزين حاجه تطفو فوق سطح الميه وتعزلها عن الهواء، فما يبقاش الاير في مواجهه الميه. تفتكر، فكر معايا كده وانت في البيت، ايه الحاجه اللي في البيت نكست يو جنبيك على طول تجيبها تحطها في الميه وتفصل الميه عن الهواء؟ الطفل قال للطفل نجيب ليبيد، زيت، الزيت هيطفو على سطح الميه بالشكل ده. وبالتالي بدل ما الاير هيبقى في مواجهه مع الميه، هيبقى في مواجهه مع السيرفاكتنت. عارف ده بيقلل السيرف ستنشن كام؟ يقللها الى النصف او 1/12. يعني لما بيبقى الاير في مواجهه مع الميه بيبقى السيرف ستنشن مرتين ل 12 مره لما يبقى في حاجه بتفصل الاير عن الميه، واللي قلنا مفيش حاجه هتطفو من سطح الميه وتفصل الميه تحتها عن الاير فوقها غير الليبن. من هنا نخرج باول كلمه بقى الطالب بيفكر، يبقى الكيميكال نيتشر بتاعه السيرفاكتنت. معلش انا هحاول اعمل حاجه كده صغيره. الكيميكال نيتشر اوف سيرفاكتنت، ثواني بس تنظيم كده خفيف بس عشان نظبط الايباد. يبقى اول نقطه في النقاط الاربعه، ايه الكيميكال نيتشر اوف سيرفاكتنت؟ لطالب ذكي قال لازم يبقى فوسفوليبيد، ليبيد، زيت، الزيت هيطفو على سطح الميه وهيفصل الميه عن الهواء، فبدل ما يبقى فيه اير ووتر انترفيس هتبقى اير سيرفاكتنت انترفيس، وده هينقص السيرف ستنشن بنسبة النصف أو 1/12. فعشان كده أهم مكون في السيرفاكتنت إن هو ليبيد. طب إيه أشهر أنواع الليبيد في جسمنا؟ فوسفوليبيد. طب أنهي فوسفوليبيد هو الأمثل إنه يشتغل كسيرفاكتنت؟ اللي هو الليثازين. فدي نقطة مهمة جدا، دونت إيفر فورجيت. يبقى أهم مكون في السيرفاكتنت إنه فوسفوليبيد على وجه التحديد ليثازين. والسؤال ليه ربنا اختار الليثازين على وجه التحديد؟ تعال اقول لك. لان هذا الفوسفوليبيد موليكيول بيتكون من تو بارت، شايفها باللون الاحمر اهو. هيد هيدروفوبيك، بتكره الميه هنا اهي اللي انا راسمها دي، هي الليبيد وبتطفو على سطح الميه، ما بتحبش الميه. وفوسفيت جروب، مش قلنا فوسفوليبيد دي بتبقى هيدروفيلك فبتبقى جوه الميه. عارف بشبهها بايه؟
تخيل كده انك انت كانك مسمر الليبيد موليكيل في الميه. ففي عندنا جزء هيدروفوبيك بيطفو على سطح الميه، كاره الميه، بعيد عن الميه، اللي هو الليبيد، وجزء مدقوق في الميه اللي هو هيدروفيليك اللي هو الفوسفيت جروب بالشكل ده. ده الليفز. طيب انا عاوزك تجرب في البيت كده، روح هات نقطه زيت، كوبايه ميه، حط بقطاره نقطه الزيت في الميه، ايه رايك؟ هل نقطه الزيت هتسبريد، هتنتشر على سطح الميه؟ طالب قال لي لا طبعا، ده هتتجمع، هتعمل كلكيعه كده فوق سطح الميه. عشان كده لازم من مكونات السرفكتانت يبقى عندي سبريدنج فاكتور، حاجه تنشر الزيت على سطح الميه، وبالتالي تغطي الزيت الميه تماما وتفصلها عن الهواء. السبريدنج فاكتورز دول حاجتين، ايه اللي يفرد الفوسفوليبيد؟ ابو بروتين سرفكتانت، ابو بروتين نوع معين من البروتين، وكالسيوم اينز، هو ده اللي بيعمل رابيد سبريد. يبقى عرفنا ان الكيميكال نيتشر بتاع السرفكتانت لازم يتكون من جزئين، لازم يبقى فيه ليبيد يطفو على سطح الميه ويخلي بدل ما الاير في مواجهه السرفكتانت انترفيس، الفوسفوليبيد على وجه التحديد لافزان. طيب حط نقطه زيت على سطح الميه عمرها ما هتسبريد، مين اللي هينشرهم على سطح الميه؟ سرفكتانت ابو بروتين وكالسيوم اين، دول بيشتغلوا كرابيد سبريدنج فاكتور. اما ليه ربنا اختار الليثزين؟ فانا فهمتك، عشان يبقى الليبيد مولكيولز مدقوقه في الميه. والا فكر معايا، طيب الكالسيوم والابو بروتين فردهم؟ اقول لك حاجه جميله وهمثلها. اكشولي في ستورمز، عواصف جوه الرئه بتاعتك من الهواء، ممكن بعد ما افردهم العواصف اللي داخله دي تروح زايحة الليب التاني وجايبها على الجنب ومرجعة الاير مع الوتر. اهو هوريها لك اهو، شوف انا عاصفة اهي، ده جوه الرئة. يبقى ممكن العاصفة دي تروح زقة بعد ما نشرنا الليب، تروح زقة على الجنب. يبقى سبحان الله في خلقه كل حاجة عملها ربنا لغرض، حاجة تفصل الاير عن الوتر، تطفو فوق الميه وتفصل الاير عن الوتر اللي هي فوسفوليبيد. طب مين يفردها؟ سبريدنج فاكتورز اللي هو السرفكتانت ابو بروتين وكالسيوم اين، يعملوا رابيد سبريد. طب عشان بعد ما تتفرد العواصف الهواء اللي داخل ده، هواء الشهيق والزفير، ما يلمهاش تاني على الجنب، ربنا اختار الليسيزين، مولكيول مسمر مدقوق في الميه، لانه فيه ليبيد هيدروفوبيك بيطفو على سطح الميه يبعد على الميه، وفوسفيت هيدروفيليك متثبت في الميه. النقطه الثانيه، ارجين، مين بيطلع السرفكتانت؟ مين الخليه اللي بتطلع السرفكتانت؟ احنا عارفين يا اولاد، كنا قلنا في المحاضره الاولى ان في الالفيولاي يو هاف تو تايبس اوف الفيولار ابيثيليوم. تايب 1 ده اللي هو الفلات ابيثيليوم، فلات رفيع قوي، عشان يبقى الثيكنس قليل، عشان يعمل اكتشينج اوف جاسز، ده المهم. انما افري ناو اند ذن بتلاقي الخليه الحمراء دي اهي اسمها تايب 2، هي دي اللي بتعمل السرفكتانت. والسرفكتانت موجود جواها في صور، في صوره حبيبات، عشان كده يسموها جرانولار نيوموسايتس. نيوموسايتس يعني خلايا الهواء، نيومو يعني هواء، المحببه. يبقى في الام اس كيو لما يقول لي مين اللي بيعمل السرفكتانت؟ تايب 2 الفيولار ابيثيليوم، صح. اللي بنسميها اسم اخر جرانولار نيومو سايتس. خد بالك دي بتبقى فلات عشان تسمح بالرابيد اكتشينج اوف جاسز اللي هي تايب 1 بتاع التبادل، انما دي بتبقى كيوبويدال، بتبقى مربعه عشان احنا مالينها بالسرفكتانت اللي هو موجود بروتين وفوسفوليبيد وكالسيوم، عشان كده محببه جرانولار نيومو سايتس. نيجي الفانكشن بقى، النقطه الثالثه، ايه اهم وظيفه للسرفكتانت؟ طبعا اهم وظيفه انه it lowers the surface tension of the fluid lining the alveoli. بيقلل the surface tension of the fluid lining the alveoli، وبالتالي بيقلل the recoil tendency، وبالتالي بيسهل the expansion of lungs. دي الوظيفة الأولى والأساسية. طيب فكر معايا، تفتكر أنهي أخطر إنه يكولابس؟
اللارج الفيولاي ولا السمول الفيولاي during expiration؟ انا عارف انك الاجوبه صح بالعقل. مين اسهل انه يقفل، اللارج الفيولاي during inspiration ولا السمول الفيولاي خاصه في الاكسبيريشن؟ السمول الفيولاي في الاكسبيريشن فاكثر عرضه ان يحصل لها كولابس بسبب حاجه يا اولاد اسمها لابلاس لو، انا هبقى اشرحها لكم باذن الله بتفصيل اكثر مع السيركوليشن. انما تعال نقولها في عجاله كده، ايه هي حكايه قصه اللابلاس لو دي؟ لابلاس قال ان التنشن اللي هو هنا يمثل السيرفس تنشن اللي ممكن يعني يمدد انبوبه او لا يمددها بيعتمد على عاملين. انا اقولها بطريقه طفوليه، انابيب اللي بيجيب لنا الميه للبيت التنشن اللي ممكن يفجرها يعتمد على حاجتين. لو سالت رجل الشارع ايه الحاجه اللي ممكن تفجر انابيب الميه لتحت، كل الناس هتجاوب وتقول البريشر. البريشر لو زاد هيزود احتمال انها تنفجر، لو قل هيزود احتمال انها كولابس لو كانت بلاستيك. انما طلبه الطب فقط والاذكياء هيقولوا في عامل تاني، الاريا المعرضه لهذا البريشر اللي هو السيركمفلكس اللي هو محيط الانبوبه. فكل ما الانبوبه كانت واسعه يبقى اريا اكتر متعرضه لهذا البريشر، كل ما كانت ضيقه اريا اقل بتبقى متعرضه لهذا البريشر. طب من يمثل محيط الدايرة؟ بنقول نصف القطر في ثابت، يبقى إذا نصف القطر radius. فاكر كنا بنقولها بالعربي ط ن ق تربيع، خلاص يبقى radius. يبقى إذا ده لابلاس لو. شوف سهل إزاي وبيجي لنا في الـ في الـ في الـ هناخد بعد كده الفيزيكس في الفيسيولوجي. يبقى التنشن اللي ممكن يمدد الأنبوبة أو يخليها تكولابس بيساوي يعتمد على رجل الشارع هيقول ايه، ايه اللي ممكن يفجر انبوبه او ما يخليهاش تنفجر؟ البريشر. لكن اكثر ذكاء والاريا المعرضه لهذا البريشر اللي هو السيركمفلكس اللي هو السيركل دي وليمثلها الريديوس. يبقى التنشن تساوي البريشر في الريديوس. طب من نفس المعادله يبقى البريشر يساوي ايه بقى يا اولاد؟ نجيب دي بدل ما تبقى مضروبه تبقى مقسومه. يبقى البريشر الكولابسنج بريشر يساوي التنشن اللي هو هنا السيرفس تنشن على الراديوس. طب ايه رايك بقى في اثناء في السمول الفيولاي الراديوس صغير وفي الاكسبيريشن بيصغر اكتر واكتر، يبقى الراديوس بيقل جدا لانه راديوس وسمول الفيولاي ودورنج اكسبيريشن، وعليه لما تقلل لتحت الكولابسنج بريشر اللي ممكن يكولابس الالفيولاي يحصل له ايه؟ هيزيد جدا. يبقى ده العيب، بس ما تخافش ربنا عالجها بطريقه رهيبه. بص معايا، الالفيولاي during expiration بدل ما حبيبات السيرفكتم متباعده كده، لما بتصغر الالفيولاي ايه رايك في حبيبات السيرفكتم بتقرب من بعض؟ يعني الكونسنتريشن في السيرفكتم بيحصل له ايه؟ بيزيد مع الاكسبيريشن حيثما يجب ان يزيد. يبقى في الاكسبيريشن السمول الفيولاي الكولابسنج بريشر بتاعها عالي جدا، ده العيب بسبب نقص ريديوس جدا، بسبب انها سمول وبسبب انها في الاكسبيريشن بتصغر اكتر واكتر. يعوضها حاجه رائعه انه بسبب انها بتصغر لما حاجه تصغر تركيز الحاجه اللي جواها يحصل له ايه سيرفكتنت يزيد. يبقى ده كان الحل. طيب نيجي تاني، ده لابلاس لو يعني بنقوله بالتفصيل بقى وكلام جميل قوي يا اولاد لما نيجي للسيركوليشن باذن الله. ثالث وظيفه لل سيرفكتنت، يبقى تاني وظيفه البريفنس الكولابس اوف سمول الفيولاي دورينج اكسبيريشن. العيب ان الراديوس بيقل فالكولابسنج بريشر بيزيد من لابلاس لو. طب والحل؟ انها لما بتصغر تركيز السيرفكتنت بيزيد. ثالث وظيفه وهي مهمه جدا ان السيرفكتنت بريفنس بالمونري اديما، يعني ان الميه تدخل جوه الرئه. فكر معايا، كل الفيولس اهي بص للرسمه surrounded بكابيلاري، ده ازاي الهواء بيتبادل الغازات مع البلاد؟ هنا في الالفيولاي في هواء وفي الكابيلاري في بلاد، بيحصل ما بينهم اكشينج اوف جاسز. طب خد بالك، احنا قلنا يعني ايه سيرفس تنشن؟ ان كل الالفيولاي مبطنه بفلويد
كل جزيئين بيتجاذبا في ما بينهم تجاذب، اللي هو السيلف تنشن اللي بيحاول يعمل كولابس الالفيولاي. خليك ذكي، هو الموليكيول ده هيتجاذب مع اللي جنبه ومش هيتجاذب مع الموليكيولز اوف ووتر اللي في الكابيلاري. ده الكابيلاري فيها بلاد 55% منه بلازما، 90% من بلازما ميه، يبقى ممكن زي ما الاثنين اللي جنب بعض دول يتجاذبوا يجذبوا كمان المونيكلز اللي بره. عارف هتنتهي بايه؟ هتنتهي بان الالفيولاي اهي هرسمها لك تيب ملي ميه، يا نهار اسود. هو ده اللي نسميه المونري ايديما، انها المونيكلز دي ما بتجذبش بعض بس، وجذبت المونيكل بره مالت الرئه بميه، سموها بالمونري ايديما. حتى بقولها تعبير جميل قوي، في حالات الفالمونري ايديما دي the patient drowns in his own body water، الشخص بيغرق في ميته، يعني الميه اللي هو فيها بيغرق فيها. the person drowns in his own body water. فلما نقلل السيلف تنشن يبقى بنقلل احتمال حدوث البالمونري ايديما. نيجي النقطه الرابعه والاخيره في واحد من اهم المواضيع في الطب، طب لو السيرفاكتان ناقص، السيرفاكتان ديفيشنسي، في قصادنا الليست فيها سبع حاجات تنقصها، انما انا عاوز تهتموا بنمره واحد، دي اهم واحده بتيجي، اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم، مرض صعوبه النفس. ديستريس يعني صعوبه، سندروم يعني مرض، ريسبيراتوري ديستريس سندروم. لما ينقص السيرفاكتانت يبقى الشخص مش قادر يفتح الالفيولاي، ريسبيراتوري ديستريس سندروم. او كانوا زمان بطلوها، دلوقتي بيسموها لايم ممبرين ديزيز. ليه؟ لان في الحاله دي بيبقى اللنج مبطنه بممبرين معمول من بروتين، ده زملاء انا بقول الكلام ده لزملاء مش ليكم، بروتين وديد سيلز بيبقى شكله زي الجلاس. ما هو كلمه هايلاين في اللاتيني معناها ازاز، بطلوا الاسم ده، ما حدش بيستخدم كلمه هايلاين ممبرين ديزيز، ده ما تعرف التسميه جت منين، بيسموه ريسبيراتوري ستريس ديزيز. خد بالك بقى، اهم سؤال فيه، هذا المرض لا يصيب غير البريماتيور بيبيز، الاطفال غير مكتمل النمو، اللي هو في لغتنا الجميله الاطفال المبتسرين، اللي هم اتولدوا عند 7 شهور مثلا. طب ليه؟ انا اشرح لك القصه. القصه سهله جدا، ليه لا يصيب الا البريماتيور بيبي؟ سيرفاكتان بيبدا تكونه في الاسبوع ال 24 اوف جيستيشن، جيستيشن يعني الحمل، وبعدين يصل الى كمية معتبرة في الاسبوع ال 35، يعني تبقى كميته كمية حلوة وجميلة في الاسبوع ال 35 بسبب الكورتيزول. الكورتيزول مهم للماتوريشن والسيرفاكتن، ان السيرفاكتن تتعمل. وعليه المعلومة اللي جاية جميلة قوي، الكورتيزول ده بقى بيطلع بكميات معتبرة قريب من الفول تيرم لما يكتمل نمو الجنين، فلو جنين استعجل ونزل بدري ما عندوش كورتيزول، ما حصلش ماتوريشن للسيرفاكتان، يبقى ممكن يجيله ريسبيراتوري ديستريس سندروم الذي لا يصيب الا البريماتور بيبي. طب هاو تو دايجنوز المرض ده؟ ان احنا المرض ان السيرفاكتان قليل، الليثيزين قليل، فاحنا بنشوف نسبه الليثيزين اللي هو السيرفاكتان، اللي هو السيرفاكتان نسبة إلى فوسفوليبيد آخر اسمه سفينجومايلين، مجرد بنعاير قصاده. عارف زي ما تروح تشتري فاكهة أو خضار، أنت مش هتشتري الحديد، لكن لازم الراجل يعاير الفاكهة أو الخضار قصاد حاجة حديد بيوزن بيها، فإحنا هنعاير الليثيزن هو ده السيرفاكتان في مواجهة السفينجومايلين. أما يبقى السيرفاكتان طبيعي بيبقى نسبة الليثيزن للسفينجومايلين مور ذان 2. لما الليثيزن يبقى قليل يبقى النسبة دي، دي تاني سؤال في الام اس كيو، less than one. سؤال الطف، نجيب العينه دي منين؟ يعني المفروض السيرفاكتان ده جوه الرئه، نجيبها من الرئه، ما بنجيبهاش من الرئه، بنجيبها من الامنيوتيك فلويد. عارف الست وهي بتولد اول حاجه يقول لك القرن طش، يعني بتنزل الميه اللي كانت حوالين البيبي حتى عشان ما تغرقش الاوضه والطاقم الطبي يتزحلق وتبقى مسخره، بيبقى فيه كده كونتينر بيستقبله فيه الامنيوتيك فلويد. خد بالك ان البيبي كان غطسان جوه الامنيوتيك فلويد، شارب الامنيوتيك فلويد في الرئه، تركيب الامنيوتيك فلويد حوالين البيبي وجوه الرئه واحد، فاما تاخد عينه من الامنيوتيك فلويد كانك خدت عينه من الفلويد اللي جوه الرئه، لان هذا الامنيوتيك فلويد كان
شربوا البيبي جوه الرئه، كمال الرئه كان البيبي بيتنفس بالرئه وهو جوه بيتنفس بالحبل السوري الامبرايكال كورد. فبناخد العينه دي مهمه جدا من الامبرايكال الامنيوتيك فلويد، تبقى عارفها كويس قوي، نلاقي نسبه الليس اللي هو السيرفاكتد الى الحديد اللي بنقيس قصاده الاسفنجومايلين اقل من واحد، بينما يجب الليسز ان يبقى ضعف الحكايه دي. المعلومه اللي جايه دي هقولها للزملاء مش ليكم، هل كل بريماتيور بيبي بيحصل له ريسبيراتوري ستريس سيندروم؟ الاجابه لا، فقط لو كان وزنه تحت كيلو جرام، ودي من نعم الله، يعني مش كل ما احنا بنسمع اطفال كتير جدا هتتولد عن 7 شهور، هل كلهم هيجي لهم ريسبيراتوري ستريس سيندروم اللي ممكن يؤدي الوفاه ومالتيبل اورجان فيليرز؟ لا، لما يبقى وزنه تحت كيلو، تحت 1000 جرام. طبعا احنا ما سته هتولد 7 اشهر في الدول اللي هي يعني الطب فيها متقدم بيشوفوا الماتيوريتي اوف لانج واحتمال حدوث ريسبيراتوري ستريس سيندروم، وبعدين بيدوها دواء بيتا ميثكزون قبلها، بيزود الست قبلها ب 24 ساعه يزود تكوين السيرفاكتن. معلش الكلام اللي قلته في الاخر انه في البيبي اللي تحت 1000، وان حتى لو البيبي تحت 1000 عشان نقلل احتمال الريسبيراتوري ستريس سيندروم او السيفيريتي بندي الام قبلها ب 24 ساعه عقار معين. ده اهم حاجه بتيجي في 3 اسئله. يبقى الريسبيراتوري ستريس سيندروم لا يصيب الى البريماتيور بيبي. النقطه الثانيه نسبه الليثز للاسفنجومايلين اقل من 1. النقطه الثالثه العينه بناخدها من الامنيوتيك فلويد، والاسم القديم دي بقولها للزملاء الهايلاين ممبرين ديزيز، وفهمتهم ليه سموها هايلاين ممبرين ديزيز، عشان الديد سيلز والبروتين عامله غشاء زجاجي داخل الرئه بيخلي فيري ديفيكالت تو اتشينج جاس. نيجي بقى بقيه الليسته اللي ساعات بتيجي. طب واحد يقول لي انا اتولدت خلاص الحمد لله، يبقى مش هيجي لي ريسبيراتوري ستريس سيندروم؟ اقول له لا، ممكن يجي لك. يقول لي ازاي؟ اقول له في الاحوال دي. واحد، من نعم الله ان نسبه الاكسجين في الجو 21% هي النسبه المثلى. تخيل لو واحد بنعمل له كاردياك سيرجي، حضرتك عملنا لك عمليه جراحيه في القلب وحطيناك في تنت اوكسجين تنت خيمه اكسجين، او استخدمنا قلعه منها اوكسجين تحت ضغط اوكسجين بامب، بنعمل كده في الكاردياك سيرجي. الاوكسجين 100% ده فور ا لونج تايم، او تحت ضغط يبقى اكتر 100%، لو تحت ضغطين يبقى نعتبره 200%، تحت ثلاث ضغوط يبقى 300%، ده بيقلل مقدره تايب 2 الفر ابيثيليوم انها تطلع السيرفاكتا. طب ثالث سبب اكلوجن يعني غلق، اكلوجن يعني غلق مين بالمونري ارتي وميجر برونكس، يا برونكس كبيره بالمونري ارتي كبير. فكر فيه، الخليه دي اللي هي تايب 2 عشان تطلع السيرفاكتنت لازم يجي لها دم كافي من البالمونري ارتي وهواء كافي عن طريق الميجر برونكاي. يبقى اذا لو انت قللت الهواء او الدم في الرئه هتعمل ازاي سيرفاكتنت؟ رابع سبب للناس الوحشه اللي بتشرب سجاير، ادي ضمن عيوب السجاير قلنا العيب الاساسي لانج كانسر. اكتر لانج بقولها كل مره بيحصد الارواح في العالم، الناس كلها خايفه من الكانسر، هو اللانج كانسر. في كل 100 رجل بيموتوا من كانسر 33 بسبب لانج كانسر، في كل 100 ست بيموتوا من كانسر 26 منهم بسبب لانج كانسر. نمبر 1 كيلينج كانسر اول اوفر ذا وورلد للرجال والسيدات، اللي هو مرتبط بايه؟ سرطان الرئه. 85% من سرطان الرئه بيحصل في المدخنين، يبقى امتنع عن التدخين. ادي حاجه تانية للتدخين سيجارت سموكينج. تفتكر لما انت تملى الرئه بدخان تايب 2 هتطلع سيرفاكتن بنفس المقدره؟ لا طبعا، عشان كده تلاقي الواحد اللي بيدخن لما يطلع معاك على السلم يقول لك بالراحه عليا انا ما اقدرش اطلع بسرعه زي حالاتك انا بدخن. يا اخي طب ما تبطل تدخين، خلي السيرفاكتن تطلع كده ويقلل السيرف تنشن، يقلل اللانج كولابس، وتقول ربي اشرح لي يا صدري لان عندي سيرفاكتن. 5 و6 و7 هرمونات، احنا قلنا اهم هرمون الكورتيزون اللي بيطلع عند الماتيوريتي، يبقى هايبوكورتيزيزم نقص هرمون الكورتيزول، وطبعا سموه ليه كورتيزول عشان طالع من الكورتكس الادرينال كورتكس القشره بتاعت الغده اللي فوق الكليه. طب لا بس في هرمون تاني بيساعد السيرفاكت الثيروكسين هرمون الغده الدرقيه، يبقى هايبوثيروديزم. خد السبعه دي بقى مهمه جدا، مش هايبو، هايبر انسولينيزم زياده الانسولين، ده بيقلل مقدره تايب 2 على انها تطلع
سيرفاكتن. يحدث امتى؟ برضو انا مش عاوز نبقى زي المحاضره نقول جمله ومش مفهومه. ايه امتى البيبي هيحصل له هايبر انسولينيزم؟ قصه مشهوره جدا. ام عندها سكر دايابيتس، تمام؟ يبقى بسبب نقص الانسولين عند الام الجلوكوز زاد في دمها، في دم الام، لان ما عندهاش انسولين. هذا الجلوكوز بينتقل عبر المشيمه للبيبي، فالبيبي لقى عنده جلوكوز كتير بس هو سليم البيبي، فيعمل ايه عشان ينقص هذا الجلوكوز؟ يروح مطلع انسولين. فيبقى الام عندها هايبو انسولينيزم بس البيبي عنده هايبر انسولينيزم. فالانسولين الكتير ده زي ما قلل الجلوكوز في البيبي للنورمال قلل السيرفاكتن. يبقى متى يحدث الهايبر انسولينيزم؟ بيبي بورن اوف دايابيتك ماذر. يعني اقولها باسلوب اخر، يعني انا خاف على البيبي لو كان بريماتيور، خلاص، واخاف عليه اكتر اكتر لو كانت امه دايابيتك لان عندها الانسولين ناقص، فالجلوكوز زايد، الجلوكوز هيزيد في البيبي، البيبي هيطلع انسولين كتير، يبقى هايبر انسولينيزم. هذا الموضوع يا اولاد واحد من اهم الموضوعات في الطب، عشان كده استغرقت فيه وقت طويل شويه، واقوله لكم تاني في عجاله كده نجمع كم نقطه يا اولاد. يلا نقول مع بعض اربع نقط. كيميكال نيتشر، قلنا ان الاير ووتر انترفيس، مواجهه الهواء مع الميه، بتخلي السيرفيس تنشن 12 مره اقوى من لو كان في حاجه بتفصل الاير عن الميه اللي هو السيرفاكتن. طب ايه اللي يفصل الاير عن الميه؟ حاجه تطفو على الميه، تبقى على سطح الميه، على السيرفس على الميه، فتقلل السيرفس تنشن انها فصلها على الهواء. مفيش غير الفوسفوليبيد. طب انت لو حطيت اللي هو الليثيزين، قلنا وليه ربنا اختار الليثيزين؟ قلنا عشان الليبيد بارت بيبقى فوق هيدروفوبيك، الفوسفيت بارت يبقى تحت متسمر في الميه. شوف الاختيار الرائع بتاع ربنا للليثيزين ده. ليه ليثيزين؟ لان في عواصف جوه هتذيع هذه الزيت ده وتجيبه على الجنب. طب من الاول مين اللي فردوا؟ الكالسيوم اين والسيرفكتانت ابوبروتين. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاورجي، مين اللي طلعه؟ تايب 2 مش تايب 1، تايب 2 الفاريبسيليوم، اللي هي شكلها هتعرفها ازاي؟ انها كيوبيكال ومحببه، فيسموها جرانيولار نيموسايتس. النقطه الثالثه وظائفها، اهم وظيفه اتلور ذا سيرفستج اوف ذا فلويد لاندنج الفيولاي. مين اللي عرضه يكولابس اكتر؟ السمول الفيولاي. سبيشالي امتى؟ في الاكسبيريشن. ليه؟ لان الكولابسنج بريشر بسبب نقص الريدياس بيزيد جدا. طب الحل ايه يا محل روحها؟ لما بتصغر الكونسنتريشن اوف سيرفاكتن بيزيد. ثالث حاجه، زي ما الفلويد بيتجاذب ما بين بعض داخل الالفيولاي، هيجذبوا الفلويد موليكيول اللي في الكابيلري، هيملوا الالفيولاي بميه، بالمونري ايديما، فيتال ديزيز. The patient drowns in his own body water. فهي بتبريفنس البالمونري ايديما. الرابع نقطة والأخيرة، السيرفاكتن ديفيشنسي، أهم سبب. ريسبيراتوري ستريس سندروم ثم ريسبيراتوري ستريس سندروم ثم ريسبيراتوري ستريس سندروم، الذي لا يحدث إلا في البريماتيور بيبي. أنتوا عرفتوا حاجة زيادة، مش أي بريماتيور، غالبا وزنه تحت الكيلو. ده للزملاء. نشخصه ازاي؟ الليثيزين قليل، بنقيسه في مواجهة إيه؟ الحديدة اسمها إيه؟ سفنجومايلين فوسفوليبيد آخر. الليثيزين سفنجومايلين أقل من واحد، بينما يجب يبقى أكتر من اثنين. العينة بتاخدها منين؟ مش من الرئة، من الفلويد اللي كان جوه الرئة والبيبي غطسان في وسطه هو في بطن الأم، الأميوتيك فلويد. وبعدين بقية الليستة مش هقولها تاني. أهم حاجة فيها أوعى تنسى هايبوكورتيزيزم، عشان الكورتيزول مهم، الماتريشا في سيرفكتنت، هايبوثيروديزم، إنما التالتة بقى دي اللي عشانها بقولها، هايبر انسولينيزم، بيبي بورن فروم دايابيتك ماذر. يبقى كده وصلنا ادي ثلاثة هرمونز، والريسبيراتوري سيستم قد أربعة، في أربعة تانيين 100% اوبشن اغلاق بالمونري ارتري او ميجر برونكاس. يعني تخيل 100% اوبشن يضر، مفيش اوبشن خالص اغلاق البرونكاس يضر، سبحان الله. هو 21، عشان كده عاوزك تحفظ 2 مع 3، اوبشن كتير او اوبشن قليل، 100% اوبشن او مفيش اوبشن خالص. وبعدين سيجار سموكينج، ادي الاسباب السبعه يا اولاد، يبقى تقسمهم كده. طيب ننتقل بقى الى lung volumes and lung capacities. volumes and capacities موضوع مهم قوي 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 في الطب. عاوزك تشوف اللي يفهم فيسيولوجي هيبقى اولاد دكتور محترم معتبر، دكتور كويس باذن الله، لو حضراتكم.
طيب عاوزين نقيس اللانج فوليومز واللانج كاباسيتيز. الاول نقول ان احنا عندنا 4 فوليومز. احب النظام قوي، سموها زي ما قلت لكم المنتال سيت، تبقى مهيئ انا هتكلم في كام نقطه. في 4 فوليومز و4 كاباسيتي. ايه الفرق بين الكاباسيتي والفوليوم؟ الكاباسيتي اكثر من فوليوم، اكثر من فوليوم، يا 2 يا 3 4. وعلي الطالب ذكي، انت احفظ الاربعه فوليومز وبالتالي تقدر تستنتج بدون مجهود الاربعه كاباسيتيز. يو دونت هاف تو انك تحفظ الكاباسيتي، تحفظ الفوليوم بس. اربعه، اجمع 2 او 3 او 4 هم دول الكاباسيتي. حلو؟ طيب التكنيك اللي بنعمل ده اسمه ايه؟ هنسالك يعني ايه الجهاز اللي عمله؟ التكنيك اسمه سبايرومتري، ده التكنيك. طب الجهاز اسمه سبايروميتر، ما تلخبطش. التكنيك سبايرومتري، انما الجهاز اسمه سبايرومتر. جهاز فيري سيمبل. هذا الجهاز عباره عن ايه بقى يا اولاد؟ سهل جدا. الجهاز ده عباره عن ادي اير تشامبر كده، يعني درام عباره فيه هواء، انفيرتد يعني مقلوب على ووتر تشامبر، مقلوب على ووتر تشامبر. حلو؟ وبعدين حضرتك هتتنفس اهو من تحت الماء، تاخد الاير. فلما هتتنفس الدرام ده هينزل انك خدت هواء. في عجله هنا بكره، خد بالك طبعا الدرام عشان ما يختص من الناحيه الثانيه ظابطينه بويت زي الاسانسيرات. ما انت مش اول مركب اسانسير بيقع عليه، لان هم وازنينه بحديد من الناحيه الثانيه اكروس بكره. نفس الفكره، حضرتك لما هتاخد هواء اهو، بتاخد هواء، يبقى الدرام ده هينزل خلاص، فالثقل ومعاه البن هيرتفع. يعني during inspiration المؤشر ده هيعلى. طب لما تطلع هواء اكسبيريشن بتملى الدرام، يبقى بالعكس الاسانسير طلع، يبقى الثقل والبن ينزلوا، يبقى تنزل الرسمه، تنزل لتحت. يبقى الانسبيريشن بيتسجل لفوق والاكسبيريشن لتحت. الجهاز ده التافه ده اسمه سبايروميتر، اللي هو اير تشامبر، اللي هو درام انفيرتد مقلوبه على ووتر تشامبر، واكروس عبر عجله، وموجود من الناحيه الثانيه بويت بالانس زي الاسانسير بالظبط. حضرتك تاخد هواء هو ينزل، الثقل والابره تطلع، هو يطلع في الاكسبيريشن هي تنزل. يبقى الانسبيريشن بيتسجل لفوق والاكسبيريشن لتحت. طيب نيجي بقى، مين هم الاربعه فوليومز؟ هنحفظهم مع بعض، اتفقنا، مش هسيبك تحفظ لوحدك، هتحفظهم معايا باذن الله. في الاول، الم تتساءل يوما؟ حضرتك ما سالتش روحك، بقالك 18 سنة بتتنفس، بتاخد شهيق وتطلع زفير. سأل شوحك، انت بتتنفس كم سنتي؟ هو ده اللي اسمه يا اولاد التايدل فوليوم. التايدل فوليوم 500 سنتي، نص لتر. ادي اول مرة هتعرفه وتبقيه في ذهنك ما حييت. يبقى ما هو تعريف التايدل فوليوم؟ ثلاث كلمات، حب النظام قوي. The volume inspired or expired. انسبايرد هو نفسه الاكسباير، مش عاوز اعبط لما يسالك في الشفوي. هل الفوليوم انسبايرد هو نفسه الفوليوم اكسباير؟ طبعا طبعا، ما لخبطاكش. لو في فرق سنتي باخده ما بيطلعش سنتي في النفس، احنا 12 نفس في الدقيقه، اضربها في 60 يبقى في الساعه، على اخر يوم تفرقع. يبقى تملي الفوليوم انسبايرد هو الفوليوم اكسبايرد، عبط ما بحبوش. يبقى اول نقطه في التعريف ثلاث نقط، هو ده فوليوم انسبايرد والاكسباير. ثاني نقطه، each cycle، كل cycle، each cycle. تالت نقطة during rest. يبقى ده تعريف tidal volume، inspired or expired في cycle during rest 500 سم. أما لماذا سمي tidal volume؟ tidal من كلمة tide، اللي هو المد والجذر اللي بيحصل في سطح المية بسبب جاذبية. فكر اهي، ادي فيه هواء اهو، نورمالي الرئه فيها هواء، اللي هو هنقولها دلوقتي بعد شويه، اللي هي الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي. نورمالي الرئه فيها 2300، بناخد عليهم 500 ونطلع 500، يبقى عامله زي ادي سطح البحر، ادي البحر اهو، ادي سطحه، ناخد 500 ونطلع 500، يبقى عامله زي ظاهره التايد، المد والجذر. عشان كده سموها تايدال فوليوم. انا قلت ان اور ليكتشرز بحب اقول المعلومات العامه ايكوال امبورتنت زي المعلومات. الفرق بين دولة ودولة، بين شخص وشخص، هو في المعلومات اللي عنده، لا شيء آخر.
الله لا يخشى من عباده إلا العلماء. العلماء دول مهمين جدا، لكن اللي عندهم معلومات. يبقى ده معنى كلمة ليه سموها طايد. وعشان نكمل فقط المعلومات العامة، الطايد بسبب جاذبية القمر مش الشمس، ويحدث في البحر والبر. القشرة الأرضية بترتفع، بس بترتفع 20-30 سنتي، إنما سطح البحر ممكن يرتفع إلى 10 متر. كانت هذه فقرة العامة. يبقى قمر وتحدث في البحر والأرض، عشان كده سموه طايد الفوليوم. طب حضرتك بتاخد 500 سنتي، هل ده أقصى حجم ممكن تاخده؟ ده ممكن أخد زيادة عنه، أخد 3000. ده يسموه inspiratory reserve volume، احتياطي الشهيق. يعني بعد 500 أخد 3000، ده احتياطي الشهيق. طب نيجي تاني، زي ما في احتياطي للشهيق في expiratory reserve volume، ممكن بعد 500 أطلع 1100، ده الإكسبيراتوري ريزيرف. يبقى الإنسبيراتوري ريزيرف 3000 والإكسبيراتوري ريزيرف 1100. أهو الإنسبيراتوري ريزيرف 3000 والإكسبيراتوري ريزيرف 1100. طالب يقول لي طب أنا ممكن ألخبطه، أقول له تبقى أهبل. قال لي ليه؟ يا أخي الإنسبيراتوري ريزيرف أنت بتاخده من الجو، والجو غير محدود. إنما الإكسبيراتوري ريزيرف بطلعه من الرئة، ورئة محدودة، فالإنسبيراتوري ريزيرف كبير قوي 3000، إنما الإكسبيراتوري ريزيرف 1100. ستيل بعد ما تطلع ال 1100 في حجم لا يمكن إخراجه من الرئة، يسموه ريزيديوال فوليوم، يعني حجم متبقي 1200 ريزيديوال فوليوم. ريزيديوال يعني متبقي، يعني بعد ما تطلع ال 1100 ستيل في 1200. هذه الأربع أحجام. المذاكرة فن، التحصيل فن آخر. أنت بقى ما تقعدش تحفظهم كل واحد بتعريفه الرقم، انت انا احفظهم كالاتي. بص لي احفظها ازاي كده، انا باخد 500 اقدر اخد 3000 او اطلع 1100، المتبقي 1200. يبقى تاني يلا نحفظ مع بعض، 500 3000 1100 ستيل في 1200، لقطهم يلا نحفظناهم مع بعض. يلا ناخد كام ونطلع 500، ده التايدال فوليوم. عندي احتياطي اخد كمان من الهواء الغير محدود 3000، لكن الرئه محدوده، اطلع 1100 والمتبقي 1200. حلوه سهله اهي، اوعى تنساهم، الاعداد دي مهمه جدا في الام اس كيو. فين اهم تعريفين بيجوا؟ انا حاططهم لك هم بالاصفر، انا حافظ الاسئله وورد وايد. تعريف التايدال فوليوم ثلاث كلمات، انسبايرد اور اكسبايرد، ايت سايكل، دورينج ريست. طب تاني واحد تعريف الريزيديوال فوليوم، هي قايله روح ريزيديوال يعني ذا فوليوم ذات ريمينز، الحجم الذي يتبقى. ريزيديوال يعني ذا فوليوم ذات ريمينز، لو بندرس بالانجلش او احنا دي المذر تانج بتاعتنا كان مش عاوز اعرف ريزيديوال فوليوم ذا فوليوم ذات ريمينز. بس فين بقى النقطه المهمه؟ افتر ماكسيمم فورسد اكسبيريشن، يعني طلع كل اللي تقدر عليه، اللي باقي هو ده ريزيديوال فوليوم. يبقى الفوليوم ذات ريمينز افتر ماكسيمم فورسد اكسبيريشن، ده الأربعة فوليومز. نيجي الكاباسيتي بقى، قلنا الكاباسيتي يا أولاد أكتر من فوليوم، فنيجي أول يبقى يا 2 يا 3 4، ما هم 4 فوليومز، 2 يا 3 4 لازم الكاباسيتي أكتر من فوليوم. نيجي أول حاجة يا أولاد اسمها انسبيراتوري كاباسيتي، أهي سعة الشهيق. حضرتك بتاخد 500 أهم، وتقدر تاخد بعدهم 3000، يبقى سعة الشهيق كام؟ 3500، ده الانسبيراتوري كاباسيتي. يبقى اما اقول كاباسيتي تبقى اكتر من فوليوم، اللي هي تشمل في هذه الحاله التايدال فوليوم ال 500 ومعاهم الانسبيراتوري ريزيرف 3000. زي ما بقولها في مثال بس مش هرسمها بقى وضيع وقت، قاروره فيها 500 سنتي، ازازه فيها 500 سنتي، واقدر احط في مكان احط كمان 3000، هي فيها 500 وعندي مكان ل 3000، يبقى سعه القاروره كاباسيتي، عشان تفهم منين جابوا كلمه كاباسيتي، تبقى كام؟ 3500. طيب تاني كاباسيتي اسمها فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، يعني حجم متبقي ريزيديوال، بس حطوا قبليها كلمه فانكشن، المتبقي الوظيفي. ليه؟ افهم نورمالي احنا بنطلع 500 بس،
نقدر نطلع بس ما حدش بيطلع 1100، يبقى نورمالي بنطلع 500 بس، يبقى المتبقي الحقيقي الوظيفي هو ال 1100 اللي نقدر نطلعها بس ما بنطلعهاش، وال 1200 اللي ما نقدرش نطلعها، يبقى 2300، فيسموها فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. يبقى ايه تعريفها؟ هو ذا فوليوم ذات ريمينز افتر، مش ماكسيمم بقى، افتر نورمال اكسبيريشن. يبقى ريزيديوال فوليوم ذا فوليوم ذات ريمينز افتر ماكسيمم اكسبيريشن، انما الفانكشنال ريزيديوال ذا فوليوم ذات ريمينز افتر نورمال اكسبيريشن 2300. ده مهم قوي يا ولاد. كاباسيتي اللي جايه بعدها برضو مهمه جدا، اسمها فايتال كاباسيتي. يعني فايتال يعني ايه في اللغه؟ يعني حيوي. بص، it is the maximum volume of air that can be expired، اهي بشاور عليها، اكتر هواء تاخده تقدر تخرجه، اسف، وبالعقل عشان اخرج كتير لازم اخد كتير، يبقى افتر ماكسيمم انسبريشن. يبقى ديفينيشن فيه كلمتين ماكسيمال، ذا ماكسيمم اكسبايرد افتر ماكسيمم انسبريشن. تعالى اوريك اهو، انا بس اسف ورايا نور بس مش قادر، لان هو بينور الورقه كويس. يبقى الاول هاخد ماكسيمم انسبريشن 3000 واطلع بقى 3500 1100، ثلاث اعجام اهو، 3500 1100 يبقى 4600، يسموها فايتال كاباسيتي. عارف ليه فايتال؟ ما اقدرش اخد ال 3000 واطلع 4600 اللي هم 3500 1100، انا قلت لك مش هتحفظ الكاباسيتي، تحفظ الفوليوم بس، الا لو كان كل حاجه فيها سليمه، عضلات الجسم سليمه، الرئه سليمه عشان تكسباند، الدفران بينزل بسهوله، لا الكبد متضخم ولا في ميه في الكبد، والقلب سليم، لان لو القلب مش سليم هيسيب الدم في الرئه، يسموها بالمونري كونجيشن، احتقان الرئه بالدم، وما خدش الدم بعد ما حصل له، تبقى في دم ما فيش مكان تحطه هواء. يبقى لو طلع الفيتال كاباس سليم يبقى اربع حاجات فيك سلام: عضلاتك، اللنج، الرئه، الابدومينال فيسرا. ايه العظمه دي؟ عشان كده سموها فايتال كاباسيتي. فايتال تقول انت قد ايه الفيزيكال فيتنس بتاعك. بقولها بطريقه لطيفه، ميجي عندنا 40 50 لاعب يصلحوا ان هم يشاركوا في اولمبياد روسيا، المدرب بيختارهم ازاي؟ هو اختار في شويه يعني في نفس المكان وبنفس الكفاءه، يروح يقول لهم للطبيب بتاع الطب الرياضي يقول له اعمل لهم الفيزيك الفايتال كاباسيتي، اللي يطلع بعد ما ياخد ماكسيمم انسبيريشن يطلع هواء اكتر، يبقى ده مور فيت، عضلات احسن، رئه احسن، قلب احسن، فيسرا احسن. It's a measure of physical fitness, so it's called vital capacity. اخر تعريف، اخر كاباسيتي، توتال لانج كاباسيتي، اللي هم الاربعه مع بعض. لو انا ذا فوليوم اوف اير ذات remains in the lung after maximum inspiration، يعني هعمل maximum inspiration، الرئة فيها الأربعة فوليوم دلوقتي هوريهم لك، 3500 1100 وستيل مش هعرف أطلع بال 1200 ده بيجينا الفوليوم. يبقى ده عشان كده حتى اسمها، شوف الاسم جميل، total lung capacity. يبقى اتعلمنا يا أولاد تاني واحدة من أهم التجارب في الطب عشان نعرف كفاءتك، lung volumes and lung capacities. كل الأرقام اللي قلناها دي في الأدلت ميل بتبقى أقل 10% في الفيميل، لأن طبعا عضلاتها أضعف. قلت التكنيك اسمه إيه للأوائل؟ سبايرومتري. الجهاز اسمه سبايروميتر، ما تلخبطش. How many volumes do we have؟ We have 4 volumes. أهو 4 volumes، ودول اللي تحفظهم. And we have 4 capacities اهم. وقلنا الكاباسيتي اكتر من فوليوم، فيبقوا 2 يا 3 يا 4. خلاص؟ مين بقى شاطر يقول معايا الفوليوم تاني؟ بناخد ونطلع، ما تبصش للورقه، حتى يمكن تبقى دياجرام انا عندي واضحه، ما اعرفش بتطلع عندكم ليه النت بقى بعد ما بيرسلها بطريقه غريبه ولا ايه القصه؟ يلا معلش. بناخد ونطلع 500، نقدر ناخد 3000 لانه من الهواء. الانسبات ريزيرف 3000 ده اكبر واحد. نقدر نطلع من رئه 1100، المتبقي 1200. ثم الكاباسيتي باخد 500 هقدر اخد كمان في الانسبريشن 3000، يبقى سياحه الشريق
3500 تو فوليومز، بطلع 500 بس في العادي، يبقى المتبقي الوظيفي الحقيقي جوه هو ال 1100 اللي اقدر اطلعهم بس ما اطلعهمش، وال 1200 سموها فانكشن ريزيدوال كاباسيتي تبقى 2300. يبقى بنهايه الاكسبيريشن ايه اللي بيبقى في الرئه؟ سؤال ام اس كيو. لما تعمل نورمال اكسبيريشن اللي باقي مش الريزيدوال فوليوم، غلط في الام اس كيو، اللي باقي الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. اتهم اكتر فوليوم ما يقولوش فوليوم، يقولوا كاباسيتي. طب مين اهم واحد فيهم؟ الفايتال كاباسيتي. بعد ده اثنين مهمين في الكاباسيتي باللون الاصفر اهو. ايه الفايتال كاباسيتي؟ فايتال، فايتال اقصى حجم يمكن اخراجه اهي بعد ماكسيمم انسبيريشن، ثلاث احجام. ده ماكسيمم اكسباير افتر ماكسيمم انسبيريشن 3500 1100 تبقى 4600. طب مين الاربعه فوليومز؟ توتال لانج كاباسيتي. اربعه فوليومز اللي هو هاخد ده فوليوم contained in the lungs after maximum inspiration. الوقت اللي فيها الاربعه. في بعض الناس بتشرح وما شافتش الاسئله. الحته اللي هقولها دي مهمه جدا. هنا في سؤالين مهمين جدا. بيلعبوا بيها ازاي بقى؟ بيلعب، وعاوزك تلعبها مع بعض يعني حسابيا. معروف انت الفوليومز بواحد. احنا نقول يعني رقم الفوليوم واحد، وحطها كده وانت النهارده وانت بتلعب تقول الاربعه فوليوم دول. طيب ده الفوليوم، اي حاجه فوليوم تبقى واحد. انسبيراتوري كاباسيتي وفانكشنال كاباسيتي اثنين، تو فوليومز. الفايتال كاباسيتي ثلاثه فوليومز، اهي انا عاملها لك اهي ثلاثه فوليومز، يبقى دول اثنين فوليوم. انما الفايتال كاباسيتي ثلاثه. التوتال لان كاباسيتي من اسمها هي الاربعه فوليومز. يبقى رقم التوتال لان كاباسيتي اهو كاتبه لك اربعه. رقم الفيتال كاباسيتي 3. اما الانسبيراتوري كاباسيتي 500 و 3000 يبقى 2، والفانكشنال ريزيدو 2. فيلعب لك بقى ايه؟ يقول لك هل الفيتال كاباسيتي، يبقى الفيتال كاباسيتي لما يجي لك في الام اس كيو تكتب فيه 3 يساوي الاكس انسبيراتوري ريزيرف فوليوم زائد تايدال فوليوم زائد اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. صح، 3 تساوي 1 زائد 1 زائد 1. او هل الفيتال كاباسيتي يساوي الانسبيراتوري كاباسيتي اللي هي رقمها 2 زائد الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم اللي هي 1؟ اه تساوي 3. او يقولها بطريقه ثانيه، هل الفيتال كاباسيتي تساوي التوتال لان كاباسيتي اللي هي 4 مطروح منها الريزيديوال فوليوم اللي هي 1؟ صح. دي اصعب طريقه، اذا ما مرنتش روحك عليها مش هتجاوب حاجه. يبقى هتحلها ازاي المسائل دي؟ ان قبل ما تدخل امتحان الام اس كيو يبقى كل فوليوم وكل كاباسيتي لها رقم في ذهنك، وبعد كده تبقى موضوع طفولي. الفوليوم رقمه كام يا شباب؟ احفظوا معايا، واحد. اي الاربعه فوليومز بواحد، رقمها واحد. فوليوم اهي رقمها واحد، واحد 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 واحد. تو كاباسيتيز رقمهم اثنين، الانسبيراتوري كاباسيتي انها تو فوليومز، والفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي انها تو فوليومز. الفايتال كاباسيتي رقمه كام؟ ثلاثه. التوتال لان كاباسيتي اللي هو الاربعه فوليوم رقم اربعه. يبقى لازم مش بس تحفظ الاسم والرقم المناظر ليه، الكاباسيتي دي كام فوليوم؟ التوتال اربعه، الفايتال ثلاثه، الانتني اثنين، اما الفوليوم رقم واحد. بعد كده اجيب لك اي تباديل وتوافيق في الام اس كيو، دي اصعب حته في الام اس كيو. حط الرقم هتلاقي طبعا اربعه تساوي واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد اللي هو الاربعه فوليوم، او تساوي اثنين زائد اثنين، او تساوي ثلاثه زائد واحد. الفيتال كاباسيتي هو 3 4 ناقص 1 او 2 زائد 1 او 1 زائد 1 زائد 1. انا حافظ اسئله وورد وايد يا اولاد. تاني سؤال في الام اس كيو هنا مهم جدا. كل الثلاثه فوليومز دول اللي قلناهم، الاربعه فوليومز اسف، فيهم ثلاثه بس بيخرجوا فيتقاسوا بالسبايروميتر. فكر معايا، مين الفوليوم الوحيد اللي من اسمه ما بيخرجش وبالتالي ما لا يمكن يتقاس بالسبايروميتر؟ الطالب قال لي ريزيدوال فوليوم. ريزيدوال فوليوم طبعا ما يتقسم بالسبيرومتر، ما بيخرجش. طب السؤال الاذكى، طب قول لي مين الكاباسيتيز، الكاباسيتيز التي لا يمكن قياسها بالسبيرومتر؟ لطالب ذكي قال لي هي الكاباسيتي، الكاباسيتي اللي بتحتوي، تحتوي ريزيدوال فوليوم اللي ما بيخرجش، من اسمه ريزيدوال، ما خرجش، ما راحش للسبيرومتر عشان يتقاس، يبقى بالتالي مش هتتقاس. في اتنين،
كاباسيتيز لا يقاس بالاسبرمير. واحد اسمه فتحه فانكشنال ريزيديوال ريزيديوال كاباسيتي، واحد رقمه فتحه توتال لان كاباسيتي لانها الاربعه فوليوم، يبقى 100% من ضمنها ريزيديوال فوليوم. ده سؤال ام اس كيو مهم جدا. يبقى الحته دي يا اولاد فيها سؤالين في الام اس كيو في منتهى الخطوره، عايز تبقى مستعد ليهم. لعبه الارقام، ورده الجزائريه عندها اغنيه اسمها لعبه الايام، احنا بقى لعبه الارقام. الفوليوم بواحد، الاربعه فوليومز واحد، والكاباسيتي يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه. التوتال اربعه، الفيتال كاباسيتي ثلاثه، التو كاباسيتي الاسباتو كاباسيتي فانكشن ده باثنين. لما يجي لك ده يساوي ده زائد ده او ده ناقص ده، تحط الرقم، الارقام ماشيه صح يبقى الاجابه صح. مش هقولها اوضح من ذلك، العبوها مع بعض. ثاني سؤال في الام اس كيو انا حافظه واحد واحد. مين الفوليوم الوحيد اللي ما بيخرجش ولا يقاس بالسبايروميتر؟ ما تقدرش تقيسه بالسبايروميتر اللي هو ريزيديوال فوليوم. طب مين الكاباسيتي اللي داخل فيها ريزيديوال فوليوم وبالتالي لا يمكن تقاس بالسبايروميتر؟ اهو ده داخل فيه ريزيديوال فوليوم واسمه فتحه فانكشن ريزيديوال، وده رقمه فتحه التوتال لانج كاباسيتي. طيب يا ولاد ننتقل الى حاجة جميلة اللي هي الـ residual volume. عاوزين بقى، طب ازاي هنعين residual volume ده اللي ما بيخرجش؟ هنعينه ازاي؟ تعال نفرق. عاوز مساعد الظاهر معايا عشان خاطر تعاون معايا. هيجي لنا سؤال residual volume. سؤال residual volume. باي ديفينيشن يجي لك هذا السؤال بتاع ريزيديوال فوليوم هتجاوبه في اربع نقاط، 1 2 3 4 صادق ديفينيشن. يلا هو قايل نفسه يا اولاد it is the volume of air that remains. ده فوليوم ذات ايه؟ remains. بس فين الكلمه اللي عليها النمره؟ after maximal forced expiration. بس لإن لو قال لي ذا فوليوم ذات ريمينز افتر نورمال اكسبيريشن ما يبقاش ريزيديوال فوليوم، يبقى ده تعريف الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي ال 1100 مع ال 1200. انتوا تاني فاكرين الارقام يا ولاد؟ مين فاكرهم؟ التدر فوليوم كام؟ 500، اخد زياده عنه اثباته كاباسيتي بالجو 3000، اطلع من الرئه عشان محدوده 1100 والمتبقي 1200. يلا هي رجعناهم مليون مره اهو. يبقى ايه تعريف الريزيديوال فوليوم؟ يبقى هيلخبطك في سؤالين في الام اس كيو. لو عنوان السؤال ريزيديوال فوليوم اللي بيتبقى بعد ماكسيمم فورس الاكسبيريشن. انما لو قال لي فانكشنال احنا ما بنعملش ماكسيمم في الحقيقي، يبقى ذا فوليوم ذات ريمينز افتر نورمال اكسبيريشن. يبقى فين الكلمه؟ يلا هتكتبها بنفسك تاخد بيها كلمه، يبقى الريزيديوال افتر ماكسيمم. انما الفانكشن ريزيديوال كاباسيتي افتر نورمال اكسبيريشن. طب نيجي الميجرمنت بقى، ازاي هنقيسه يا اولاد؟ نقيسه بالدايلوشن برنسبل، اداء اللي انا بقولها حتى بطريقه طريفه، اللي ما يخرجليش ادخل له. اللي ما بيخرجليش ادخل له. هو مش راضي يدخل، يخرج، يبقى انا ادخل له. بنستخدم حاجه اسمها هيليوم دايلوشن ميثود. اهي. دي بنقيس بيها ايه بقى؟ الريزيديوال فوليوم والاثنين اللي داخل فيهم ريزيديوال فوليوم، يعني اللي هو الفانكشن ريزيديوال كاباسيتي والتوتال لان كاباسيتي. ده سؤال ام اس كيو لان هم من ضمن ما يحتووا. او استنى نعملها بطريقه احسن كده يمكن تبقى الطف. طيب كده اه اريح، الواحد هو بيتعلم حاجات يعملها عشان بدل ما هو ماسك الايباد. يبقى ريزيديوال فوليوم والتو كاباسيتي اللي فيهم ريزيديوال فوليوم اللي ما بيخرجش جزء منهم بنقيسهم بال هيليوم دايلوشن ميثود، اللي ما يخرجليش ادخل له. ما هي ميزه الهيليوم؟ يلا يا حمايه عشان ما تطلعش في النظام. انه انرت غاز خامل، يعني لا بناخد هيليوم لا الجسم بياخد هيليوم ولا يطلع هيليوم. وانسوليبل، طب ممكن ما بياخدوش بس بيدوب ويدخل زي النيتروجين، ما احنا اساسا ما بنتنفسش نيتروجين بس بيدوب ويدخل في الدم. يبقى ده في ميزتين، ده اتنين فيهم حرف الايه؟ ان، انرت اند انسوليبل. احفظ معايا انرت. عارف دي كلمتين دول معناهم ايه؟
ان كميه الهيليوم قبل التجربه الاماونت اوف هيليوم بيفور اكسبيرمنت تساوي الاماونت اوف هيليوم افتر اكسبيرمنت. ما اقدرش احط دي ان كميه الهيليوم قبل تساوي كميه الهيليوم بعد غير لو كان الهيليوم لا يتداخل مع الجسم، لا الجسم بيستخدمه انرت ولا بيدخل جواه انسوليبل. فبنعمل التجربه ازاي؟ بطريقه سهله جدا، عاوزه طفل يفهمها. نجيب بقى السبايروميتر وبدل ما نملاه هواء عادي نملاه 90% هواء عادي معاهم 10% هيليوم. يعني تركيز الهيليوم 10%، ما تقدرش تملاه كله هيليوم والا تموت، هتنفس هيليوم بس، ما بقى طفي الاوكسجين اموت. فبحط 10% هيليوم. وبعدين انت عاوز تقيس ايه حضرتك؟ عاوز اقيس الفانكشنال ريزيديوال فوليوم. يبقى اقول للشخص كده اهو ماسك ده، قبل ما تبتدي التجربه اعمل نورمال اكسبيريشن، يبقى اللي باقي الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، وبعدين تنفس. انما لو عاوز تقيس الريزيديوال فوليوم قبل التجربه تعمل ماكسيمم فورس اكسبيريشن، يبقى اللي باقي الريزيديوال فوليوم، وبعدين ابتدي تنفس. فاهم؟ يبقى عاوز تقيس ايهما، تعمل نورمال اكسبيريشن ولا فورست؟ فحضرتك تتنفسي 3 4 انفاس. فلما تتنفس 3 4 انفاس بدل ما الهيليوم كان موجود في السبايروميتر بس، بقى موجود في السبايروميتر وفي الرئه. هنا كان في السبايروميتر بس مش موجود في اللنج، ده اللنج فوليوم. بعد ما خدت 3 4 انفاس بقى موزع على الاثنين، لكن كميه الهيليوم ثابته يا اولاد. كميه قبل هي الكميه بعد. الاماونت بيفور اكسبيرمنت هي الكميه افتر اكسبيرمنت. نيجي بقى للعبط اللي هقوله مره واحده في سنه اولى ومش هقوله تاني في تانية. الاماونت تساوي ايه يا اولاد؟ عبط طالب بقى، بص لاقيه ايه بقى زي السمكه فتح فاه ونظر الى السقف لما يساله في شافه. اي اماونت تساوي ايه؟ ده مش فيسيولوجي، ده عبط. الاماونت بتساوي الفوليوم في الكونسنتريشن. طالب بقى من نفسه قال لي فوليوم في كونسنتريشن، فوليوم بس مش فاهم حاجه. ادي امثله طفوليه عشان تزدري بنفسك. دي حقنه، عارف العلبه دي فيها ايه؟ في دي حقنه. الفوليوم بتاع الحقنه 10 سنتي، تركيز العقار 1 ملي جرام في السنتي. يبقى المريض هياخد الاماونت بتاع العقار قد ايه؟ الفوليوم 10، كل سنتي فيه واحد، كل سنتي فيه واحد، كل سنتي فيه واحد. يبقى الاماونت تساوي ايه؟ 10 في 1 الفوليوم تايمز الكونسنتريشن. مش هقولها تاني في سنه تانيه. من عيب ان انا يعني انزل بهذا المستوى في الشرع، عيب قوي، وانا معايا الناس اللي هم كاتيجورايزد از جينيوس. الاي كيو بتاعكم هبقى اشرحه لكم في سنه تانيه، اكتر 140% الاطباء. يبقى عرفت؟ يبقى اي اماونت تساوي ايه؟ حجم الحقنه في تركيز العقار في الحقنه 10 سنتي، كل سنتي فيه 1 ملي جرام. يبقى الاماونت اللي خدها تبقى الفوليوم في الكونسنتريشن. طبق الكلام ده. قبل التجربه كان كل الهيليوم موجود في السبايروميتر، الفوليوم في السبايروميتر، وده مكتوب عليه الفوليوم في السبايروميتر. والتركيز احنا قلنا كان 10% سي 1 قبل التجربه. يبقى الاماونت اوف هيليوم قبل ما ابتدي التجربه هي حجم السبايروميتر في تركيز الهيليوم في السبايروميتر سي 1. بعد التجربه اتوزع الهيليوم على حجمين، الفوليوم اوف سبايروميتر اهو، والفوليوم اوف لانج في ال، يعني الفوليوم اوف لانج ده الفوليوم اوف سبايروميتر. بس طبعا التركيز قل، حتى انا راسمها بطريقه لطيفه، رسمت حبيبات اللي هي متباعده عشان اديك الانطباع ان التركيز قل بقى سي 2. ممكن احسبه، خد عينه من السبايروميتر وشوف التركيز بعد التجربه اللي هو سي 2، واحنا عارفينه قبل التجربه اللي هي سي 1 حاسبينه، والفوليوم سبايروميتر مكتوب. يبقى مين المجهول الوحيد الانون الوحيد في المعادله؟ هو الفوليوم اوف لانج. تطلع ولا ما تطلعش؟ تطلع. العالم يفكر يا غجر. خلاص معلش، كلمه غجر دي للدعابه، محدش يزعل مني. خلاص كان بحب اقولها. والغجر ده على فكره مش ناس وحشه، دي قبيله، قبائل كانت، بحكي لكم عنها واكتب لكم على الفيسبوك، اسمهم الغجر. بس احنا بنستخدمها على انها كلمه سوقيه، هي مش كده. طيب يبقى فهمت فكره القياس؟ يبقى ازاي بنقيس الريزيديوال فوليوم او الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي؟ تفرق. لو بدات التجربه بعد ماكسيمم اكسبيريشن يبقى انت بتقيس الريزيديوال فوليوم. بعد نورمال اكسبيريشن يبقى اللي باقي في اللنج الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. صح؟ طيب
ليه استخدمنا الهيليوم؟ لانه انارت وانسوليبل، يعني كميه الهيليوم قبل التجربه هي كميه الهيليوم بعد التجربه، لانه لا يستخدم انارت ولا بيدخل الجسم زي النيتروجين لانه انسوليبل. ما هو النيتروجين ما بيستخدمش بس بيدخل الجسم. فالكميه قبل هي الكميه بعد، في مجهول واحد في المعادله يطلعها. واحد يقول لي طب ازاي اقيس التوتال لان كاباسيتي؟ الريزيدوال فوليوم زائد الفايتال كاباسيتي. الفايتال كاباسيتي ده بيتقاس عادي، ده بيخرج وتضيف عليه الريزيدوال فوليوم، ده الفايتال كاباسيتي. طيب عاوز اعلمك حاجه لطيفه يا اولاد، احنا بقى في تاني ترم بقينا اكثر نضوجا في اي موضوع. بعد الميجرمنت قاعده عند العبد الله، لازم تقول لي النورمال ستاندرد. لما تقول لي اس طلع كام، يبقى ميجرمنت وراها نورمال ستاندرد على طول. قلنا 1200 1200 مللترز ريزيدوال فوليوم، 1200 مللترز تبقى عارفها. النقطة الرابعة والأخيرة الامبورتنس، إيه أهمية ريزيدوال فوليوم؟ في ثلاث أهميات، أهمية فيسيولوجية وأهمية إكلينيكية ليكوا لما تبقوا دكاترة، وأهمية في الطب الشرعي. يبقى الامبورتنس نقطة رابعة ثلاثة. أنا بقولها بطريقة لطيفة عشان خاطر تفهموها. هو ليه ربنا عمل ريزيدوال فوليوم؟ يعني عشان تفهم السؤال مش الإجابة، يعني ليه ما كانتش الرئة تفضل تماما وبعدين تتملي، تفضل تماما وتتملي، ليه في ريزيدوال فوليوم؟ بنحط عليه ونشيل منه، عشان كده حتى سميناه تايدال فوليوم، تايدال زي سطح البحر بيطلع بينزل. هو ليه في ريزيدوال فوليوم؟ ليه الرئة ما تفضلش تماما وتتملي تماما؟ ليه بيتبقى ريزيدوال فوليوم؟ العبد اللي عنده طريقة لطيفة في التفكير فيها. كيف يحدث تبادل غازات يا اولاد؟ الرئة بتجيب هواء والهارت بيبعت دم، ثم يحدث ما بينهم تبادل غازات. أول مرة تفكر أنت بتتنفس كم مرة في الدقيقة؟ 12 مرة. بينما الهارت عدد دقات القلب، الهارت بيبعت كم مرة الدم للرئة؟ عدد دقات القلب 72 مرة في الدقيقة. يبقى كل مرة هناخد هواء الهارت هيبعت كم مرة دم؟ 6 مرات. ما انت لو 72 الى 12 بحسبها في البيت على الكالكوليتور تطلع 6 لواحد. طب المرة اللي هيجي فيها هواء في الرئة وهيجي فيها دم هيتبادلوا. طب الخمس مرات اللي هيجي فيها دم والرئة ما بتدخلش هواء هيتبادلوا مع مين؟ كان لازم يبقى فيه يا اولاد ريزيديوال فوليوم. يبقى ايه اهميه الريزيدوال فوليوم؟ ات مينتينز ايريشن اوف بلاد لما يبقى مفيش نفس، ان بتوين بريثز. ذس از واي ربنا عمل الريزيدوال فوليوم، لان الرئه بتجيب 12 مره بينما الهارت 72 مره. مره جه هواء ودم يتبادلوا، طب والخمس مرات اللي يجي فيها دم ومفيش هواء يتبادلوا مع الريزيدوال فوليوم. برضو حاجه جميله، تخيل ان فجأة في هواء وفجأة مفيش هواء، فجأة في هواء وفجأة مفيش هواء. كانت تغيرات في الليفل اوف جاسس في الدم هتبقى رهيبة، فجأة في اوكشن وفجأة انقضى تماما الاوكشن. حاجة ضد الهوميوستاسيس، تثبيت المسكن. يبقى الريزيدوال فوليوم بريفنتس ماركت تشينجز ان بلاد جاسس، بيثبت البلاد جاسس، احد السبع حاجات اللي بنثبتها في الهوميوستاسيس. مفيش حاجة ربنا عاملها كده، مش طبيعة اللي بتخلق. وراء الخلق خالق، قوة عاقلة نسميها الله. كل حاجة لها سبب، بس لما تفكر دلوقتي الهارت بيبعت دم وانا ما خدتش نفس هيتبادل مع مين؟ مع الريزيدوال فوليوم. لما يبقى فيه هواء واحط عليه شوية واشيل منه شوية، غير لما يبقى مفيش خالص وبعدين يبقى فيه كله، مفيش خالص وبعدين فيه كله، يبقى التغيرات رهيبه في البلاد جاس، بريفنتس ماركت تشينجز ان بلاد جاس. نيجي الاهميه الاكلينيكيه. الريزيديوال فوليوم 1200، التوتال لانج كاباسيتي اللي هي الاربعه فوليوم 1200 و1100 و500 وكام الاخرانيه 3000، يعني كميه كبيره قوي. خلاص لو عاوز تجمع 3500 3500 و1100 يبقى 4600 وبعدين 1200 يبقى 5800. حلو، يبقى تقريبا قد ايه الريزيدوال فوليوم من التوتال لان كاباسيتي؟ تقريبا يمثل 1100 1200 من اعتبرها 6 لتر، يعني
تبقى 20%. يعني تزيد الفوليوم تقريبا 20% من التوتال لانج كاباسيتي. لو انا عندي اوبستراكتيف لانج ديزيز زي البرونكال اسما، يبقى الهواء اما بيدخل خروجه صعب. عارف ليه؟ لان ديورنج انسبريشن البرونكاي بتوسع شويه، ديورنج اكسبيريشن بتضيق شويه. يعني في النورمال الكميه اللي بتدخل هي اللي بتخرج، لكن لما يبقى من الاول هي ضيقه يبقى اما تضيق شويه في الاكسبيريشن ده تخلي خروج الهواء صعب، فيبتدي ريزيديوال فوليوم يزيد في البرونكال اسما في الاوبستراكتيف لانج ديزيز. مين اللي بيخرج الهواء؟ الاستيستي اوف لانج. يبقى الناس اللي فقدوا الاستيستي مرض اسمه انفيزيما هيزيد عندهم الريزيديوال فوليوم. فانا بقيس الريزيديوال فوليوم نسبه الى التوتال لانج كاباسيتي، لو لقيته اكتر من المفروض تحت 20% اهو، لو لقيته فوق 30% يبقى انا عندي اوبستراكتيف لانج ديزيز. يبقى اي زياده في الريزيديوال فوليوم هو ليه زاد، يا اما الهواء بيدخل بسهوله اكتر ما بيطلع، لان قلنا البرونكاي بتضيق شويه. هناخدها دلوقتي في الاكسبيريشن عن الانسبريشن، في الاوضاع الطبيعيه ما تاثرش، لكن لما تبقى اوريدي انا عندي ربو شعبي ضيق في الشعب وهي ضيقه والضيق كمان، يبقى هيتبقى شويه جوه في الخروج. يبقى الاوبستراكتيف زي البرونكال اسما وفقدان الاستيستي زي الانفيزيما، يزيد الريزيديوال فوليوم ده حاجه، ونلاقي نسبته الى التوتال لانج كاباسيتي اكثر من، افتح ودانك، 30% الاهميه الكلينيكيه. ما هو تعريف الريزيديوال فوليوم؟ ذا فوليوم اوف اير after maximum expiration. The volume that remains after maximum expiration. طب كبرت في دماغي وعاوز اطلع الريزيديوال فوليوم. يا حبيبي ما ينفعش، ما بيطلعش. لا انا عاوز اطلعه. في حاله واحده بس يطلع فيها الريزيديوال فوليوم، سؤال شافه. لو حصل نيوموثوراكس، ضربتك ستاب انجري في التشست وول، لغيت النيجاتيف انتربلور بريشر، فالرئه بتاعتك فضت. ادي الحاله الوحيده اللي يخرج فيها الريزيديوال فوليوم، لو عملت كولابس في اللنج، سؤال شفوي، نيوموثوراكس، حتى بعد ما خرج، بعد ما خرج الريزيديوال فوليوم ستيل في كميه هواء صغيره اسمها مينيمال اير، كافيه انك لو خدت حته من الرئه، وهقول لك امتى بناخد حته، وحطيتها في ميه اتفلوتس تطفو. يعني بعد خروج الريزيديوال فوليوم ستيل في مينيمال اير. طب مين الشخص الوحيد في العالم اللي ما عندوش مينيمال اير؟ اللي هو بالاصل ما عندوش ريزيديوال فوليوم، اللي هو بالاصل ما خدش نفس. بيبي بورن ديد. لو بيبي اتولد ميت اساسا هو ما خدش نفس عشان يبقى عنده ريزيديوال فوليوم، فلما تطلعه يتبقى مينيمال اير، لا عنده لا ريزيديوال ولا مينيمال. فلو خدت حته من الرئه بتاعته ورميتها في ميه مفيش مينيمال اير، ات سينكس، تهبط. وعليه في الطب الشرعي بقت حاجة مهمة جدا، نقدر نفرق هل البيبي ده بورن ديد ولا بورن الايف ذن كيلد بسبب الميراث. يعني بحكي القصة في عجالة، ست معدمة اتجوزت راجل غني، الراجل مات، كانت حامل، كل الناس مستنية نتيجة الحمل. لو البيبي نزل حي هيرث ابوه، حتى لو اتقتل بعد كده، اتقتل عاش دقيقة واحدة ورث ابوها، اتقتل بعد كده يمرر معظم الارث لايه؟ لامه. انما لو البيبي اتولد ميت يبقى الراجل ده ما عندوش عيال، يبقى الست تارث كمية قليلة قوي ومعظم الارث يروح لاهل الزوج. يبقى اذا اهل الزوج يهمهم ان البيبي يتولد ميت، فاكشوالي خدوه موتوه، مش هتخيل علينا احنا كاطباء، جابوا لنا العيل وقالوا لنا العيل ده ميت، اتولد ميت. طب اقعد يا حبيبي انت وهو نفتح التشيست بتاع البيبي اللي جابوه لنا ميت وناخد حته من الرئه، لو هو فعلا اتولد ميت لا خد ريزيديوال فوليوم وبالتالي مفيش مينيمال اير، يبقى الحته دي تنزل، يبقى هما يطلعوا براءه. اما لو خدنا حته من الرئه لقيناها بتطفو يبقى في مينيمال اير، يبقى البيبي ده خد هواء، في ريزيديوال فوليوم، بدليل في مينيمال اير، حته طفت طلعت، يبقى هما ينزلوا يروحوا في داهيه. ادي الاهميه الكلينيكيه. To distinguish between baby born dead and baby born alive then killed بسبب الارث. الراجل مالوش عيال، كل الارث للزوج، لو اتولد ميت، اتولد حي وقتلوه عشان ياخدوا الارث، لا هنعرفها، اتولد حي خد نفس واحد بس، بقى في ريزيديوال فوليوم، بقى في مينيمال اير، هتطفو.
هم ينزلوا، هم عكس الحته، لو هي طلعت هم يروحوا في داهيه ينزلوا، هي نزلت هم يطلعوا براها. بس ما تنساهاش القصه اهي، في يعني عشان بنسلي شويه. طيب يا ولاد نيجي لل ده بيزيد الفوليوم، يبقى هنتكلم عليه في اربع نقط: الديفينيشن، ميجرمنت، نورمال ستاندرد، اند امبورتنس. والامبورتنس ثلاثه: اهميه فيسيولوجيه، اكلينيكيه، اند ميديكو ليجال. مش عايد تاني، انت عندك الفيديو ممكن تعيد، وعشان في ناس تطلب مني انا امشي ان انا بطيء شويه، بس انا عاوز الناس تفهم يا اولاد. طيب نيجي اير واي ريزيستنس. لا احنا اتفقنا حاجه اذكى، ان احنا مش هنحطها على الحامل، احنا هنرميها في الهواء. صح كده؟ تمام. اير واي ريزيستنس كلام بتاع اطفال بتاع الاعداديه. انسى، مفيش طب يا ولاد. الفلو في اي تيوب بيعتمد على شيئين، هنقولها تاني في السيركوليشن بس في البلاد فيسلز: فرق الضغط بين جانبي الانبوبه P1 ماينس P2 اللي هو دلتا P. كل ما زاد فرق الضغط زاد الفلو، تناسب طردي يبقى تحطها فوق دايركتلي بروبورشن. لكن كل ما الريزيستنس بتاعت الانبوبه زادت الفلو هيقل، يبقى نحطها تحت. يبقى معادله خدناها في اعدادي مش في ثانوي: الفلو في اي تيوب ملوش دعوه بالطب دايركتلي بروبورشن تو بريشر جريدينت وانفرسي بروبورشن تو ريزيستنس. طيب بس احنا التيوب عندنا بدل ما هي بالعرض كده، التيوب بالطول اللي هو التراكية والبرونكاي والبرونكيول، بس انا هرسمها برضه بالعرض عشان تفهم. يعني هي بالطول، هي هي. احنا يهمنا في يعني دلوقتي كل ما الانبوبه ضاقت الريزيستنس بتاعها هيحصل له ايه؟ يلا قولوا لي عشان انا بنسى. يعني كل ما الانبوبه كانت ضيقه يبقى مقاومتها ايه؟ تزيد. وعليه الطالب العادي لما اقول له اختار اكبر مقاومه، اكبر مقاومه هتبقى في مواجهه الهواء هتحصل في التراكيه والميجور برونكاي نمره واحد، ولا في الميديم سايزد برونكاي نمره اثنين، ولا في البرونكيولز، مين ادي واحده فيهم؟ الطالب قال لي في البرونكيولز، وهي الاجابه الخاطئه. اكبر مقاومه في الميديم سايزد برونكاي. ليه بقى يا اولاد؟ تعالى افهمها لك في شرح طفولي، لان احنا بيهمنا مش كل برونكس على حده، انما بيهمنا مجموع البرونكاي البرونكيولز اللي هم التوتال كروس سكشن اريا، وبشرحها بطريقه لا تنسى. بص يا اولاد، اعتبر دي الميديم سايز برونكاي، وده البرونكيولز اهي، ادي اهي. حلو، نفس الهواء اللي هيمشي هنا هيمشي في البرونكيولز دي، اللي هيمشي في الميديم سايز برونكاي هو هيمشي هنا، يبقى نفس كميه الهواء اللي هتمشي هنا هتمشي هنا. لما البرونكيولز كل واحده على حده اضيق، كل واحده على حده اضيق، كل واحده على حده اضيق، كل واحده اضيق. لكن لما جمعهم مع بعض التوتال كروس سكشن اريا بتاعت البرونكيولز مع بعض اوسع من الميديم سايز برونكس. فهمت الفكره؟ عشان كده معظم الريزيستنس، سؤال مهم جدا في الام اس كيو، بيلقاها الهواء مش في البرونكيولز، مش في الشعيبات. الشعيبات اضيق، كله على حده اضيق، بس لما تجمعهم مع بعض بيبقى فرصه الهواء المرور فيهم اسهل من انه، لان برونكس واحده بتؤدي لسيفرال برونكيولز. كل واحد اضيق، بس هم مع بعض اوسع من الميديم سايزد برونكاي. ده واحد من اشهر اسئله، وهقوله هو تاني في السيركوليشن. هقول مقاومه اكتر في الارتريول بدل برونكيول، هيقول ارتريول، ولا في الكابيلاري، اوعى تغلطوا بقى. نفس الدم اللي ماشي في الارتريول هيمشي في كذا كابيلاريز. اما كل كابيلاري على حده ارفع، كل كابيلاري على حده ارفع، كل كابيلاري على حده ارفع، لكن لما تجمعهم مع بعض يبقوا اوسع من الارتريول. تجمع برونكيولز مع بعض اوسع من الميديم سايز برونكاي. يبقى هنا معظم المقاومه في الميديم سايز برونكاي نوت برونكيولز. سؤال مش كده مهم، وهي ليه؟ لان الريزيستنس بتتناسب عكسي مع الكروس سكشن اريا. يعني كل ما الكروس سكشن اريا زادت اهي الريزيستنس بتقل، وكل ما قلت الريزيستنس بتزيد. ده فكره الجدول ده.
عارف البرونكيولز بقى بتبتدي فين؟ يعني عند الجنريشنز اللي في الاخر اهي، شوف الكروس سكشنال اريا زادت، فتبقى فاهم هذا الكلام. طب في هذا السؤال في سؤال مش مهم، وعليه ايه اللي يقلل الريزيستنس لو حصل برونكو دايلتيشن للميديم سايز برونكاي، وايه اللي يزودها لو حصل برونكو كونستريكشن. فعاوزين ندرس مع بعض ايه اللي يزود وايه اللي ينقص في الحاجات دي. فقول معايا انت ايه الحاجات اللي تعمل برونكو دايلتيشن وايه اللي تعمل برونكو كونستريكشن. انا ساعدك باول واحده، سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك اللي هو الفيجاس. مين في قصه محمد علي كلي كان بيوسع الشعب عشان ناخد هواء اكتر؟ سمباثاتيك بيعمل برونكو دايلتيشن. وعشان كده خد بالك هيجي لك سؤال بطريقه ثانيه جاوبه انت. يبقى لما نوسع الشعب الورك اوف بريذنج مجهود النفس يحصل له ايه؟ يقل، لان مفيش ريزيستنس. يبقى ممكن يجيب لك السؤال بطريقتين، السمباثاتيك بيعمل برونكو دايلتيشن، ربي اشرح لي يا صدري عمل لي برونكو دايلتيشن وبالتالي قلل مجهود النفس الورك اوف بريذنج. احنا مش محفوظات مش اسطوانات. الفيجاس العكس. طب سؤال داخل سؤال بقى، نوع الريسبتور اللي على البرونكاي بتعمل ريلاكسيشن تبقى البي بي بيتا انهيبيتوري، بيتا 1 ولا بيتا 2؟ بيتا 2، بيتا 2 ال 1 على الهارد. طب حاجه تاني جميله، لو انا اللانج فوليوم زاد البرونكاي بتوسع، عارف ليه؟ ده هي الشعب اهي، اللانج دي عباره عن زي الاساتك كده، فلما توسع الرئه كانك انت شديت الاستك اليمين والاستك الشمال، فالبرونكاي يحصل لها ايه؟ توسع. يبقى البرونكاي بتوسع باتساع حجم الرئه، لان لما بوسع الرئه الرئه وسعت، فبتشد الاساتك دي على البرونكاي اللي في النص توسعها. انا عندي تامل يا اولاد، هو انا وسعت الرئه ليه؟ 100% محتاج هواء اكتر. شوف العظمه الالهيه، انا وسعت الرئه محتاجها اكتر، فربنا سهلها عليا خلى اتساع الرئه يوسع بالتبعيه البرونكاي، فيبقى دخول الهواء اسهل. ايه العظمه دي؟ وراء الخلق يا اولاد، خالق الرئه توسع يبقى الاساتك تتشد، البرونكاي توسع يبقى النفس اسهل، انا عاوز هواء اكتر فربنا سهل عليا خلى. اشرح لي يا صدري. طيب دي حاجه. نيجي بعد كده، طب ايه اللي بيعمل برونكو كونستريكشن؟ احنا قلنا يس صح. وحاجه لطيفه جدا، لو قل الكربون دايكسايد في الجسم، احنا قلنا ان الكربون دايكسايد ده لو قل في الجسم ده اللي بيعمل كربونيك اسيد اللي هو اهم حاجه بتريجوليت البي اتش في جسمنا، ان الرئه ربنا خلقها اساسا مش تو سبلاي اوكسجين، اللي ما حضروش معايا المحاضره الاولانيه، اساسا تو ريموف الكربون دايكسايد. الكربون دايكسايد اهم، فلو الكربون دايكسايد قل في الجسم يا نهار ابيض، يعني مع يعني هيتغير البي اتش، الاسيدز مش كفايه في الجسم، انا عاوز سيرتن اماونت اوف اسيدز. ايميديتلي ربنا خلى نقص الكربون دايكسايد يعمل برونكو كونستريكشن، فتحبس الكربون دايكسايد جوه الجسم فكميته ترجع للكميه الطبيعيه. يبقى تاني، لو الكربون دايكسايد قل يبقى يحصل برونكو كونستريكشن فيتحبس جوه فكميته تزيد تاني. ايه العظمه دي؟ هل دي طبيعه يا اولاد بتخلق؟ وفاهم ان الكربون دايكسايد ده اهم من الاكسجين، ظبطه اهم من الاكسجين، لان هو اللي بيظبط البي اتش، اند لايف از كومباتبل، الحياه ممكنه within a very narrow range of pH changes، الحياه ممكنه في حدود ضيقه من التغير في البي اتش. ومين يحفظها مع العبد الله؟ ناس كتيره دكاتره اتخرجوا ما يعرفوهاش. مين البرايمري ديترمنت اوف بي اتش اوف ذا بودي؟ كربون دايكسايد. كربون دايكسايد ده اهم حد بيحدد البي اتش، فلو قل لازم نزوده ايميديتلي يحصل برونكو كونستريكشن. وراء الخلق خالق، قوه عاقله نسميها الله. لو عندي الرجي زي الناس اللي عندها حساسيه هيستامين بيعمل برونكو كونستريكشن، ادي الحاجات اللي بتعمل برونكو دايلتيشن وبتعمل برونكو كونستريكشن. فاضل لي حته صغيره هنقولها ونقفل بكده يا اولاد. انا عارف اني بدي اكتر شويه عشان في ناس قالوا لي لا نزود، طب انا بدي افري اذر داي، يعني هعمل ايه؟ وفي زملائكم بقول لهم في الناحيه الثانيه. هنا عاوز اقول حاجه لطيفه، انه الفيتال كاباسيتي عايزين نتكلم عليها شويه.
الفيتال كاباسيتي ده مهم قوي. اتكلمنا على الجينيوال فوليوم، نتكلم على الفيتال كاباسيتي. هنتكلم على الفيتال كاباسيتي في كام نقطه قصادك اهو، خمس نقط. اه شفت مثل عشق الدور. اول حاجه الديفينيشن، ما هو تعريف الفيتال كاباسيتي؟ فيتال اتي ذا ماكسيمم فوليوم ذات كان بي اكسباير افتر ماكسيمم انسبريشن، اقصى كميه هواء اقدر اخرجها، وعشان اخرج كتير اخرج كتير لازم اخد كتير. هوريها لك عشان ساعات بتقول لي بنفتكر عملتها ازاي. يبقى هاخد اول ماكسيمم انسبريشن. اللي جاي ده بقى الفيتال كاباسيتي. يبقى الماكسيمم فوليوم اكسباير افتر ماكسيمم انسبريشن ده كام فوليوم؟ 3. بص هو هاخد اول 3000 اهو. يلا اللي جاي ده الفيتال كاباسيتي 3500 1100، اللي هو الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. يبقى هو عباره عن الانسبيراتوري ريزيرف 3000، التايدال فوليوم 500، والاكسبيراتوري ريزيرف اللي هو 1100. ميجرمنت نقيسه ازاي؟ الاحجام كلها بتخرج، يبقى بالسبايروميتر. طب نورمالي كام؟ 3500 و1100 ب 4600. ده هيبقى عبط. ليه بقى؟ لان 100% الفيتال كاباسيتي ده احنا بنتكلم على ادلت ميل افريج ويت، لكن لو واحد اضخم هيطلع اكتر، واحد اقل صغير حجمه هيطلع قليل، بس مناسب لحجمه. فاتفق في الطب ان احنا الحاجات اللي بتختلف بحجم الجسم نقرنها بالسيرفس اريا، وهنبقى نتكلم السنه الجايه ازاي بنعرف السيرفس اريا بتاعت الجسم. يعني لازم تتحسب بالسكوير متر سيرفس اريا. انا بقول معلومه تبقيها في ذهنك ما حييت، اي حاجه تتاثر بالحجم هنقرنها بالسيرفس اريا. طب 100% الفيتال كاباسيتي بتاع واحد وزنه 50 كيلو غير واحد عضلات كده وزنه بتاع 100 كيلو. فعش كده في الميل ده بقى شوف النورمال ستاندر، ما قلناش 4600، 2.5 لتر لكل متر مربع، والفينيل 2 لتر انها اضعف شويه لكل متر مربع. وبدي مثال، واحد 5 متر ومسطحه 2 متر مربع، يبقى المتر بينوبه بيخصه قد ايه؟ 5 وهو مسطحه 2، كل واحد بينوبه 5 على 2 2.5. شخص صغير بيطلع 2.5 بس مسطح جسمه 1، يبقى برضه 2.5 على 1 2.5، بمعنى انه بيطلع كميه مواكبه لحجمه، فهو طبيعي. لكن لو كنا قسنا الارقام بصوره مجرده بدون الاخذ في الاعتبار حجم الجسم على واللي بيمثله السيرفس اريا، كان يطلع ده 5 وده 2.5، يا ده يبقى ده كويس او ده تعبان قوي، مع انهم الاثنين كويسين. ده 5 ل 2 متر وده بيطلع 2.5 ل 1 متر. ده النورمال كلينيكال سيجنيفيكانس. هي اسمها فيتال كاباسيتي. It's one of the most important pulmonary function tests في العالم. واحد من أهم تجارب اختبارات الرئة. خلاص؟ It is a static test. دي مهمة في الـ MSQ. أدام مش مقرونة بالتايم، يعني وريني هتخرج قد إيه؟ ما قلتلكش خرج بأسرع سرعة. أهو ممكن تنزل عليا أهو بالشكل ده أهو. وبعدين بقى أطلع إيه؟ ببطء. انت قلت لي وريني هتطلع قد ايه، ما قلتليش قد ايه. اي تجربه ما فيهاش تايم اتعلم تبقى ستاتيك، فيها تايم تبقى دايناميك. وطبعا اتس وان اوف ذا بيست انديسز اوف فيزيكال فيتنس، لان قلت عشان اطلع الحجم دي تعالى بقى للفاكتورز. لازم عضلاتك تبقى سليمه، وعضلاتك ايه؟ بص انسبيراتوري اكسبيراتوري ماسل، لك الانسبيراتوري ريزيرف والاكسبيراتوري ريزيرف، يعني تشمل انسبيراتوري ريزيرف واكسبيراتوري ريزيرف، يعني ده بتختبر كل عضلاتك، الانسبيراتوري ماسل حتى الاكسسوارز، لانك بتاخد ماكسيمم والاكسبيراتوري نورمال ما بتستخدمهاش. لازم عضلاتك تبقى سليمه، رئتك تبقى سليمه ما فيهاش اي مرض، قلبك يبقى سليم عشان ما يسيبش دم في الرئه، يعني بلون كونجيشن، وكل حاجه تحت في الابدومن سليمه عشان الدفرام يعرف ينزل. ما انت اهم حجم بتاخده هو مين يا اولاد؟ 3000. يعني اخد 3000 ده اهم حجم فيه. فما ما نزلش الدفرام وعارف تاخد 3000 كويس، مش هتطلع حجم له معنى. خلاص؟ فدي مهمه قوي قوي.
فرنجل فاكتورز افكتنج. الاول في فيسيولوجيكال فاكتور، ده سؤال ام اس كيو، بعدين باثولوجيكال مرضيه. فيسيولوجيكال تفتكر، انا عامله مقارنه لطيفه، الميل ولا الفيميل يبقى اكتر؟ ده احنا شفناها حتى في النورمال ستاندرد، ده 2.5 لتر لكل متر مربع، دي 2 لتر. طبعا الميل اكتر اللي هي عضلاته اقوى. بنفس المنطق الاثليتس الابطال الرياضيين هيبقى عندهم الفيتال كاباسيتي اكتر، عضلاتهم اقوى، بينما العضلات بتهن بتقدم العمر، يبقى الاولد ايج عكسها. اللي جايه دي اهم واحده بتيجي في الام اس كيو، في الستاندنج بوزيشن وانت واقف الفيتال كاباسيتي يبقى حلو جدا، وانت في الريكامبنت نايم الفيتال كاباسيتي يبقى قليل. ليه؟ انا وانا واقف الفيسرا بتقع تحت فبتدي مساحه للديافرام ينزل، لكن وانا نايم الفيسرا بتدلق على الديافرام فبتمنع الفري ديسنت اوف ديافرام، ما بعرفش اخد اهم حجم وهو ال 3000 عشان اطلع بعد كده 3500 1100. يبقى بيبقى نفس الشخص بيبقى الفيتال كاباسيتي عنده حلو قوي في الستاندنج وهو واقف، لان الفيسرا وقعت فادت سبيس للديافرام ينزل، لكن لو انا ريكامبنت نايم يبقى الفيسرا اتدلقت على الديافرام منعت الفري ديسنت اوف ديافرام. وبنفس المنطق ست ويا حامل في بيبي تحت هينزل يروح فين؟ هيهبب ايه؟ في بيبي، يبقى ده يقلل الفيتال كاباسيتي. ده كله اسئله مش كيو. نيجي باثولوجيكال بقى، في اربع امراض تاثر في الفيتال كاباسيتي ولا مع شقت مثل عشق النظام، من بره لجوه تشيست وول وبعدين اللانجز هدخل وبعدين الهارت وبعدين الابدون. يبقى تاني عشان ما تنساش، النظام يا اولاد تحصيل فني بيساعد الواحد يفتكر، لكن انا قلتهم بدون رابط مش هتفتكرهم، والعبد الله بيحب جدا يقول لك ازاي تفتكرها، ازاي تفتكر القصه دي. فانت هنا عندك تشيست وول، وبعدين تدخل جوه يبقى اللانجز، تدخل جوه يبقى الهارت، وبعدين تحت عندنا الابدون. تشيست وول لازم يبقى سليم، ده قلت دي التجربه اللي بتاخد فيها الاسباتو ريزيرف وتطلع الاسباتو ريزيرف 3500 1100. يبقى لازم الماسلز بتاعت الريسبريشن تبقى فيت، لا هي بارالايزد ولا هي فيها ايتس، فيها التهاب، مش عندك باراليسيس في الاسباتو ماسل ولا عندك التهاب في الاسباتو ماسل، ومثلها العظم الكيج بتاع التشيست، لا يكون عندك كيفوزيس تحدب ولا سكوليوزيس. سكوليوزيس بيبقى الناس ماشيه بالجنب كده يا اولاد، دي كده سكوليوزيس، الناس اللي كده يسموها كايفوزيس، لورا كده يبقى ماشي زي اللورد، يسموه لوردوزيس. يبقى في ثلاث انبعاجات في العمود الفقري، الناس اللي عندها احدب، فاكر احدب نوتردام القصه اللي هو بيبقى كده، ده كايفوزيس، عكسها لوردوزيس بالجنب سكوليوزيس. لازم العظم والماسلز بتاعت التشيست تبقى زي الفل. ندخل على الرئه، امراض الرئه نوعان، لو اشتغلت تشيست امراض الرئه نوعان يا اولاد. في عندي لو المرض في الشعب يسموه اوبستراكتيف لانج ديزيزز، اوبستراكتيف. طب لو المرض في الرئه نفسها يبقى رئه شغاله ورئه مش شغاله، يسموها ريستريكتيف يعني محدود. يبقى تاني لما تشتغل امراض صدريه لازم الاول تحدد العيان بتاعك ده، هل هو عنده اوبستراكتيف ولا عنده ريستريكتيف لانج ديزيز. اوبستراكتيف اشهر مثال، اكيوت حاد يعني الشعب بتضيق لفتره قصيره، اللي هو الربو الشعبي برونكال اثما. كرونيك اللي هو الانفيزيما، الانفيزيما ده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، خلاص سي او بي دي يسموها كده، تختصرها في امريكا سي او بي دي اللي هو كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز انفيزيما، عشان كده اللانج اتسع من كتر الهواء اللي بقى جواه. ده مرض خاص بالشعب، فلازم الشعب تبقى سليمه واللانج سليم، ما يبقاش فيه ريستريكتيف. لو واحد عنده تيبركلوزس سل عمل له فايبروزس تليف في الرئه، بقى في رئه سليمه ورئه مش سليمه، يسموها ريستريكتيف. يبقى تاني يا اولاد، امراض الرئه بعلمكم طب نوعان، لازم وانت دكتور امراض صدريه تقول هل في المرض في الشعب اوبستراكتيف، اوبستراكتيف ولا في الرئه رئه شغاله والتانيه لا، يبقى ريستريكتيف. عشان يطلع الفيتال كاباسيتي صح لازم الاثنين يبقوا سلام. طب تالت حاجه الهارت لازم يبقى سليم، لان لو عندك ليفت سايد الهارت فيلير المفروض الدم بعد ما بيحصل له اكسجينيشن بيروح للليفت سايد، لو في فيلير مش هياخد الدم، يبقى الدم يستنى في الرئه، يسموها لانج كونجيشن يعني احتقان، في دم كتير يبقى المساحه اللي فاضله الهواء قليل، يبقى قلل الفيتال كاباسيتي. طب مين اهم حجم فيهم ال 3000 اللي هو بتاع الانسباتو ريزيرف 3000؟
ده اهم عضله انسباتوري ماسل ديافرام، يبقى لازم يبقى الديافرام فري ديسنت. لو واحد عنده تضخم في الكبد هيباتوميجالي او في الطحال سبلينوميجالي او عنده استسقاء اسايتس، كل ده ما هيمنع الفري ديسنت اوف ديافرام، يبقى هيقلل الفيتال كاباسيتي. يبقى باثولوجيكال تتاثر باربع امراض، لازم التشست وول من جوه لبره، اللانجز، الهارت، الابدون. اول اتنين فيهم اتنين، التشست وول ماسل زبون، تشست وول ماسل زبون، اللانج اتنين اوستراكتيف ريستريكتيف، اوستراكتيف ريستريكتيف، وبقى الهارت ما يبقاش فيه هارت فيلير، والابدومن ما يبقاش فيه سبيس اوكيباينج، بتمنع الفري ديسنت اوف ديافرام. يبقى ده موضوع الفيتال كاباسيتي. فاضل لي معلش انا عارف طولت كمان 5 مينتس عشان عاوز اقف عند الديد سبيس، لانها حته مرتبطه تماما بالفيتال كاباسيتي. بس هوبفلي نلاقي الايه الورقه بتاعتي. بس هي يعني ده الفيتال كاباسيتي يا ولاد، مرتبط بالفيتال كاباسيتي. لو جالك سؤال في حاجه اسمها فورس فيتال كاباسيتي، الاوائل يكتبوها مع الفيتال كاباسيتي ومتداخل معاها، نعرف دلوقتي بعد شويه تايمد فيتال كاباسيتي. ايه الفورس فيتال كاباسيتي؟ من اسمها فورس فيتال كاباسيتي، يعني انا ما يهمنيش بس انت بتطلع قد ايه، يهمني في وقت قد ايه. يعني زي الفيتال كاباسيتي هتاخد ماكسيمم انسبريشن، في الفيتال كاباسيتي قلت لك بقى طلع اكبر حجم ان شاء الله في ساعه، ده فيتال كاباسيتي. في الفورسد لا، بعد ما تاخد ماكسيمم انسبريشن يوزنج ذا ماكسيمم هاردست فورسبل اكسبيراتوري ايفورت. اهو بص لي بقى هعملها قصادك عشان ما بتنسوهاش لما تشوفوها، خدت ماكسيمم انسبريشن، يلا يلا اللي جاي ده بقى فورس فيتال كاباسيتي. ثلاث ثواني لازم، لو انا سليم يطلعوا في ثلاث ثواني، واهم ثانيه الثانيه الاولى، يسموها فورس اكسبيراتوري فوليوم 1 اور تايم فيتال كاباسيتي. في التايم تايم فيتال كاباسيتي لازم يطلع 80% في الثانيه الاولى، لان فيها تايم تبقى دي بقى عكس الفيتال كاباسيتي، تبقى دايناميك تيست اهي. بص ده النورمال، يبقى انا بطلع في كام ثانيه الفورس الفيتال كاباسيتي اللي هو 5 لتر تقريبا، قلنا 4600 يعني هعملها لك بس بطريقه سهله، في خام في 3 ثواني، في اول ثانيه لازم تطلع 4 لتر يعني 80%. ففي الشخص النورمال الفورس اكسبيراتوري فوليوم 1 اللي هي يسموها اسمين تايمد فيتال كاباسيتي، خلاص فورس اكسبيراتوري فوليوم 1 يعني الاسم واضح قوي، بعمل فورس اكسبيريشن فورس اكسبيراتوري واشوف الفوليوم اللي طلعه في الثانيه الاولانيه فوليوم 1 يمثل 4 لتر من 5، الخمسه اللي هم الفورس فيتال كاباسيتي، يبقى 80% ده الشخص الطبيعي. يبقى يطلعهم في 3 ثواني يطلع 5 لتر، وفي اول ثانيه يطلع 4 لتر. في سؤال اول قبل ما انساه في الام اس كيو، مين اكتر الفيتال كاباسيتي ولا الفورس فيتال كاباسيتي؟ فكر. الفيتال كاباسيتي اللي هي ستاتيك تيست طلع ان شاء الله تاخد نص ساعه، ولا الفورس فيتال كاباسيتي اللي بأسرع سرعه؟ الفيتال كاباسيتي اكتر شويه، هقولها لك بطريقه لا يمكن هتنساها. في الفورس فيتال كاباسيتي باخد ماكسيمم انسبريشن واستخدم الماكسيمم هاردست فورسبل اكسبيريشن في 3 ثواني، طلع 5 لتر في اول ثانيه 4. في الفيتال كاباسيتي انت مش مديه، انت سايب لي وقتي فاقدر اعصر او مفيش وقت، عشان كده الفيتال كاباسيتي سؤال مش كيو مهم جدا، سلايتلي مور ذان ذا فورس فيتال كاباسيتي، ان عندك فرصه للتعصير. طيب تاني بقى، امراض الرئه نوعان يا ولاد، يا اوبستراكتيف زي البرونكال اسما في الاكيوت فورم او الانفيزيما في الكرونيك فورم، يا ريستريكتيف، اديني راسم لك رئه واحده ورئه ثانيه شايل، مفيش في رئه بايظه تعتبر مش متشاله قال فيها كانسر وشلناها، يبقى ده ريستريكتيف. يبقى امراض الرئه يا اوبستراكتيف يا ريستريكتيف. قلت اول حاجه بيعملها الطبيب بتاع الامراض الصدريه انه يعرف هل المرض ده اوبستراكتيف ولا ريستريكتيف. يعرفها ازاي بقى؟ يشوف النسبه بين الفورس اكسبيراتوري فوليوم 1
اللي هو 4 لتر، والفورسد فايتال كاباسيتي قلنا في 3 ثواني بيخرج 5 لتر، اهم في ثانيه هي الثانيه الاولى بيخرج فيها 4. لازم اللي بيخرج في اول ثانيه اللي هو الفورسد اكسبيريشن، ان انا بعمل فورس اكسبيريشن فوليوم 1 يعني بتاع الثانيه الاولى، يمثل 80% من مجموع الفورس الفايتال كاباسيتي كله. ودول زي ما بقولها دايناميك تيست في الام اس كيو، الفايتال كاباسيتي ان الوقت مش مهم تبقى ستاتيك تيست. لا انا عندي اوبستراكشن، لا لازم امثلها لك. انا عندي برونكال اسما اهو، وهتقول لي يلا خد ماكسيمم انسبريشن وبعدين امسك الاسبيروميتر وطلع عندي اوبستراكشن. 80% ايه في ثانية أولى، 80% ايه في ثانية أولى. يبقى ال 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 عشان تشوفها عشان ما تنساهاش، يبقى في الثانية الأولى أهي طلعت 1/3 من طبعا الاثنين قالوا هم الاثنين قالوا بس اللي قال أكتر الثانية الأولى، الفورس اكسبيرت فوليوم 1 قل جدا، الفورس الفاتيكا بس قل برضه ما هياش 5 لتر حسب العيان ده. طبعا ما تحفظش الأرقام دي، ما جايبين عيان والسلام. يبقى هنا 3.1 و1.3، الارقام مش مهمه بتختلف من مريض لمريض. يبقى الاكثر حاجه تاثرت لما الفورس اكسبيريشن فوليوم 1 قلت جدا، ولكن الفورس فايتال كاباسيتي قلت شويه خلاص، وعليه النسبه العامه اللي فوق قل اكثر تقل. ده في الاوبستراكتيف. يعني تملي حتى بقولها بطريقه لطيفه عشان ما تنسوهاش. لما طالب يجيني المحاضره متاخر فاقول له يا ابني انت اتاخرت ليه؟ يقول لي السكه كانت زحمه. فلما يبقى السكه زحمه في اوبستراكشن، السكه كانت مقفله، لا تسائلني على التايم. تايم ايه اللي هتسائلني عليه وكان في اوبستراكشن؟ الرئه فيها اوبستراكشن، يبقى تقول لي تايم، تايم ايه اللي هتسالني عليه؟ فالاوبستراكتيف لانج ديزيز بتقلل الريشيو ما بين اول ثانيه والثلاث ثواني اللي هو الفورس اكسبريشن فوليوم 1 والفورسد فايتال كاباسيتي. ليه قالوا بس دي قلت اكتر. تعالى بقى في الريستريكتيف، لو انا شايل رئه برضه هيقله. بس بص العكس، الفورس الاكسبيراتوري فوليوم 1 يقل اقل من النقص في الفورس فايتال كاباسيتي. يعني ما قلش بنفس، يعني يقلوا زي بعض، ممكن يقلوا زي بعض فالنسبه تقعد نورمال. لان الاوبستراكشن عليه يعني على الثانيه الاولى زي الثلاث ثواني عادي خالص. لكن في الاغلب ان الفورس الاكسبيراتوري فوليوم 1 بتاع الثانيه الاولى بيقل اقل من 3 ثواني. طلبه سالوني في المحاضره عندك طريقه حلوه تفهمهانا بيها عمرنا ما ننساها، ان في ريستريكتيف ممكن النسبه تزيد لان النقص في الفورس فايتال كاباسيتي اكتر من نقص في الفورس اكسبيريشن فوليوم 1. قلت لهم اه طبعا عندي طريقه. تخيل ان احنا رحنا سيمي بلكس، يعني انت عارف هنا في دبي وفي مصر دلوقتي في 5-6 سينمات وفي مول مصر ومول العرب. في ساعات ممر واحد اهو بص بيؤدي لسينمتين. خلاص؟ يعني سينمتين دي ودي. تخيل لو الفيلمين خلصوا في آن واحد. فاللي طالعين من السينما دي واللي طالعين من السينما دي بيستخدموا نفس الممر. فرصتهم للخروج احسن لو سينما لسه مش شغاله، ما طلعش منها حد، ودي يعني الممر اللي كان معمول لسينمتين بقى معمول لسينما واحده. يبقى الفرصه بقت احسن. فاهم ليه؟ يبقى لما رئه تتشال من الايكويجن من اللعبه ده بالعكس فرصه خروج الرئه تطلع اتقسم يعني 100% الكميه انخفضت للنص خلاص مع الفورس الفايتال كاباسيتي نزلت للنص. ما قلناش حاجه لانها رئه واحده. فاهم؟ انما فرصه ان من النص ده يطلع اكتر من 80% في الثانيه الاوليه فرصتها اكبر، لانه دلوقتي هي لوحدها بتستخدم الممر، كل الممرات دي لوحدها مفيش رئه ثانيه، ففي فرصه الممر اللي كان معمول للرئتين لسينمتين بقى دلوقتي بيفرغ سينما واحده، بقى تفضي اسرع، فيخرج اكتر من 80% في الثانيه الاولى. طبعا لما تحسب الكميه ككل نقصت لانها من رئه واحده، لكن في الزمن ما نقصتش قوي، ان خرج اكتر من 80% من النص. عشان كده في الريستريكتيف لانج ديزيز يا اما الاثنين ينقصوا زي بعض فالنسبه تبقى نورمال، يا اما الاهم ان الفورس اكسباتري فوليوم 1 اللي بيستخدم في ثانيه واحده لان رئه واحده بتستخدم نفس الممر، فممكن تطلع اكتر من 80% في الثانيه الاولى
وعليه ما تنقص بنفس المعضله دي، نقصت للنص بالظبط، دي اقل شويه بالنص، انك خدت اكتر من 80% من النص، فيبقى ممكن تزيد. ده ازاي بنفرق يا اولاد ما بين الاوبستراكتيف والريستريكتيف لانج ديزيزز، ازاي يمكن التفرقه ما بينهما؟ يبقى قلنا في عجاله خلاص كده قفلنا الفايتال كاباسيتي يا اولاد. لما تيجي الاوائل هتتكلم الاربع نقاط الاساسيه، الديفينيشن ات دي ماكسيمم اكسباير افتر ماكسيمم انسبيريشن، وانها ثلاث احجام. الميجرمنت كلهم بيخرجوا يبقى بالسبايروميتر، لان الاحجام الناس بتختلف، فللاوائل بنقيسها مقرونه بالسيرس اريا، في الميل 2.5 لتر لكل متر مربع، وفي الفيميل 2 لتر. كلينيكال سيجنيفيكانس انها اتس ا ميجر اوف فيزيكال فيتنس، اتس وان اوف ذا موست امبورتنت بالمونري فانكشن تيست، عشان كده حتى قلنا سموها فايتال كاباسيتي. النقطة الخامسة الفاكتورز، فيسيولوجيكال وباثولوجيكال، ولا تنسى الفيسيولوجيكال تاخدها من بره لجوه، التشست وول 2، اللنجز 2، الهارت حاجة، الهارت فيلير، والابدومين حاجة. للأوائل أكتر بقى، مش بس يعني يتكلموا على الفيتال كاباسيتي، يتكلموا على الدايناميك تيست اللي هو الفورسد فيتال كاباسيتي. لو قلت لك بأسرع وقت هتطلع 5 لتر في 3 ثواني، وأهم ثانية الثانية الأولى هتطلع 80%، في الشخص الطبيعي يبقى النسبة ما بين الثانية الأولى فورس اكسبيريشن فوليوم 1 والتوتال فورس فيتال كاباسيتي تبقى 80%. عندما يكون هناك اوبستراكشن لا تسائلني عن التايم، ما اقدرش اطلع في ثانية 80%. فالفورس اكسبيريشن فوليوم 1 هيقل جدا مقارنة بالفورس فيتال كاباسيتي، وبالتالي الريشيو تقل في الاوبستراكتيف، تقل في الاوبستراكتيف. بينما في الريستريكتيف بالعكس بقت مصلحه، رئه واحده اللي بتستخدم الباث واي، فنقص الفورس فيتال كاباسيتي للنص. طب الثاني المفروض تبقى 80% من النص، لا هي اكتر من 80%، يبقى نقصت بس مش بنفس المعدل، فالريشيو هتبقى نورمال يا ايفن تزيد. دي الحته دي يا اولاد من اهم الاسئله في الام اس كيو، ولا تنساها في عجاله، ينقص في الاوبستراكتيف ويزيد في الريستريكتيف. هذه التجربه دايناميك بتعتمد على التايم، عندما يكون هناك، بقولها بطريقه سهله اهو حتى بدون فهم، عندما يكون هناك تايم اسف اوبستراكشن فلا تسائلني عن التايم. لما تبقى السكه مقفوله ما تسالنيش على التايم، فهي في الاوبستراكشن لانها هي دايناميك تيست بتعتمد على التايم بتقل. في الريستريكتيف ده بالعكس، لما يبقى الشارع نص الناس ماشيه فيه اقل ازدحاما ده بالعكس هيبقى نورمال او ايفن يزيد. حلوه كده في يعني تشبيه طفولي خالص، عندما يكون هناك اوبستراكشن لا تسالني على التايم، التجارب دي تايم اسمها تايم فيتال كاباسيتي يبقى هتقل، انما لما يبقى ريستريكشن عدد الناس اللي في الشارع اقل ده بالعكس يا نورمال يا اما تزيد. ده ازاي تجاوب سؤال ام اس كيو. وفي الاخير اشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى ان البث النهارده يبقى هشوفه بعد شويه تبقى الصوره اكثر وضوحا، وهكذا، ونلتقي every other day بإذن الله بالتبادل. أشكركم على وقتكم، ويعني أسأل الله لكم التوفيق جميعا. شكرا، وألقاكم عن قريب بإذن الله إذا كان في الصحة والعمر بقي.